أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. هنبتدي سيشن 2 في الـ Blood Multiple Choice Questions. في سيشن 1 كنا خدنا الـ Plasma Proteins والـ RBCs والأنيميا. سيشن 2 مخصصة للـ Hemostasis والـ Immunity. طيب توقع الله نبتدئ. في عندنا احنا اللوحات حوالي، يعني اذا بصينا حوالي اكتر من 20 لوحة، يعني ممكن نعتبرهم مثلا 22 لوحة 23 لوحة. هيموستيزيس، اول سؤال في الام اس كيو هو في كلمة هيموستيزيس وايه الفرق بينها وبين هوميوستيزيس، وده نوع من انواع الام اس كيو. هيموستيزيس، هيم قلنا معناها حديد، وهنا بتستخدم بمعنى دم، فهيموستيزيس يعني stoppage of bleeding. إنما homeostasis، home يعني مسكن، مسكن الخلية هو ال internal environment بتاعها اللي هو extracellular fluid، معناها to keep the internal environment اللي هو extracellular fluid constant for optimum function of cells. تثبيت المسكن في الوضع الأمثل، مسكن الخلية اللي هو internal environment اللي هو extracellular fluid. زي ما قلت السمك يعيش في الماء، الخلايا تعيش في الاكستراسيلولار فلويد. فانك انت تحافظ على الاكستراسيلولار فلويد يبقى انت بتسبب مسكن الخليه. To keep the extracellular fluid اللي هو الانترنال انفايرمنت كونستانت فور اوبتيمم فانكشن اوف سيلز. انما هيموستيزيس يعني ستوبج بليدنج. الستبس اوف هيموستيزيس، ايقاف النزيف باربع طرق. اول حاجه لما يتفتح الفيسل يا اولاد، اسرع حاجه بتحصل ان سكندز بعمل فازو كونستريكشن، بقل اللعاء. ستيل في فتحه اهي، يبقى عايزين نحط لها سداده، يبقى دي نمره 2. تمبراري يعني مؤقت، بليتلت بلاج، بلاج يعني سداده مصنوعه من الصفائح بصفه مؤقته. النقطة المهمة اللي أحبكم تعرفوها إن في حالة السمول وونز، وأعني بيها البيم بريك شكة الدبوس، بنكتفي بالتو ميكانيزمز دول بس، مفيش بلاد كواجيليشن. واللي هما الاثنين مين اللي بيعملهم؟ الفازو كونستريكشن بليتلت بلاج، الاثنين بالبليتلتس. عشان كده في البيم بريك إيقاف النزيف بيتم بدون جلطة، ووظيفته هو ده وظيفه البليتلتس، وبنختبرها بحاجه اسمها بليدنج تايم، يعني ايقاف النزيف بدون جلطه. بنعمل بيم بريك ونشوف ازاي البليتلتس هتوقف النزيف بدون جلطه، هنشوف بعد شويه. اما لو كانت الجرح اكبر من بيم بريك، فبالاضافه لواحد واثنين بنحتاج نعمل ديفينيت بلاد كلوت، جلطه اللي عباره عن شبكه من بروتين خيطي اسمه فايبرين، بيطلع من فايبرينجل لسه قايلينه في السيشن الاولاني، entangling او trapping ال RBCs جوا ال RBCs. والمعلومه المهمه جدا، ما نقدرش نعمل جلطه غير على سطح البليتلتس، عشان كده سموا البليتلتس thrombocytes، خلايا الجلطه. وعلمتها الاجيال، ان لم يحدث بليتلت اجريجيشن فلن يحدث بلاد كواجيليشن. اذا ما عرفناش نجمع البليتلت ما نعرفش نعمل جلطه. عيب كده بقى الموضوع ده، ان كده الفيسل اتقفل والبلاد فلو قل. فعشان كده الخطوه الرابعه بعد ما الفيسل يلتئم ويبقى كويس، نشيل الكلام ده، نديزولف البلاد كلوت، نسيح الجلطه باي بلازمين. دي الخطوه الرابعه. طيب هنمسك بقى خطوه خطوه من الخطوات الاربعه. يبقى اذا ستوبج بليدنج عندي هنتكلم عليه في اربع خطوات. اول حاجه لما الفيسل بيتفتح بنعمل له كونستريكشن ازاي؟ ثلاث طرق بطريقه سهله وجميله ومنظمه، حاجه من بره، حاجه في جدار الوعاء، حاجه من جوه هي الاهم، اللي باللون الاصفر في الام اس كيو. من بره نيرفس ريفلكس بيعمل فازو كونستريكشن، ريفلكس بيؤدي الى فازو كونستريكشن، مبعثه سببه البين. طيب تاني حاجه في الوول نفسه، سبحان الله ربنا خلق الماسلز بتاعت البلاد فيسل، لما يحصل لها تروما حاجه كده يعني جواها تعمل فازو كونستريكشن، فنسميها لوكال مايوجينيك، يعني حاجه جنريتد في الماسل،
طب ما بعثها ايه؟ تروما، ما تتخبط. لكن يبقى اهم حاجه بتعمل فازو كونستريكشن يا اولاد هو البليتلتس، بتطلع مواد جوه الدم بتعمل كونستريكشن، اللي هم السيروتونين والثرومبوكسان A2 اللي هو بروستاجلاندينز والادينوزين دايفوسفيت. دول اهم ثلاث حاجات، يعني دول اللي بيجوا في الام اس كيو، والثلاثه بيطلعوا من البليتلتس، سيروتونين ثرومبوكسان A2 اللي هو بروستاجلاندين وادينوزين دايفوسفيت، نسميهم لوكال هيومورال فاكتور. هيومورال يعني في السائل، موجودين في السائل، والمعني طبعا سائل دم، ودول بيطلعوا من بليتلتس. عشان كده قلنا الفازو كونستريكشن ده اساسا وظيفه البليتلتس، يعني بليتلتس ثم بليتلتس ثم بليتلتس بالسيروتونين ثرومبوكسان A2 ADP، ثم اللوكال مايوجينيك كونتراكشن مبعثه التروما، ثم ريفلكس مبعثه البين. في سؤال هنا مش مهم، ان انت الفيسل ده عباره عن المصل بتاعته في صوره حلقات، فلو قطعت الفيسل ترانسفيرسلي يبقى انت ما قطعتش الحلقات، يبقى الحلقات لسه قادره انها كونستريكت. لكن لو قطعت الفيسل لونجيتيودينال يبقى انت قطعت الحلقات، بوظت الاستمراريه بتاعتها، يبقى لما يجي كونستريكت بالعكس هيفتح. فده سؤال في الام اس كيو، ان الترانسفيرس كات اخف وطئه مايلدر عن اللونجيتيودينال كات. سؤال ام اس كيو مهم جدا. كانت هذه اللوحه الاولى، ابتدي يا اولاد اللوحه الثانيه اللي هي هنقول بليتلتس ثرومبوسايتس. البليتلتس بنسميها خلايا الجلطه او ثرومبوسايتس. في هذه اللوحه انا مش عاوز حاجات كتير، مش ههتم بالستراكشر، انما انا يهمني انك تعرف الفرق بين البليتلت اللي هي الثرومبوسايت خلايا الجلطه وبين الار بي سيز. البليتلت باي كونفكس، الار بي سيز كان باي كونكيف. البليتلتس اصغر، الار بي سيز اكبر. الار بي سيز ما فيهاش جرانيولز، انما البليتلتس فيها كنوز اللي هي جرانيولز، نوعين من الجرانيولز، اللي هو عباره عن عندي في الجرانيولز في الالفا جرانيولز، وفي عندنا نوع تاني من الجرانيولز هنقوله دلوقتي حالا. في الفا بروتين جرانيولز ودنس او نون بروتين جرانيولز. طب انا قارنتهم ليه؟ لان هما الاثنين نون نيوكليتد، يعني ما فهمش نيوكليس. ده مش مهم قوي، بيجي في الام اس كيو طبعا انها باي كونفكس جرانيولر اصغر 2 تو 4 مايكرونز، الثانيه كانت 7 مايكرون. انما يهمني قوي البليتلت كاونت يا اولاد، عدد الصفائح 300,000 لكل كيوبيك مليمتر. طبعا اي رقم ما بين 150 و450 يبقى صح حسب المصدر اللي انت بتقرا منه، يعني طبعا في رينج، فالاصح نقول من 150 ل450,000. 300,000 زي الفل. اللايف سبان مش 120 يوم، 8 دايز بس. الخليه اللي بتتكون منها اسمها ميجا كاريوسايتس، لما بتتفتت بتدي 4000 صفيحه، تمام؟ وزي ما في هرمون اسمه اريثروبيوتين، في هرمون هنا اسمه ثرومبوبيوتين بيعملها. في الام اس كيو في حاجه مهمه جدا، ان 30% من الصفائح بتختزن في السبلين في الطحال، وعليه لو شلت الطحال عملت سبلينكتومي عدد البليتلتس بيزيد، وده احد العلاجات للناس اللي هما بيعانوا من نقص في البليتلتس، ان احنا نشيل لهم الطحال فيبقى ال 30% اللي ستورد كل مره مش هيبقى فيه ستورد ينزلوا الدم، فده بيزود عدد البليتلتس. الاستراكشر اوف بليتلت، انا هنقي في حاجات معينه يا اولاد، مش لان احنا قلنا بنشرح ام اس كيو مش بنشرح نظري، انه الممبرين بتاع البليتلتس في حواليه جلايكوبروتين كوت اهو، يعني غلاف اللونه احمر جلايكوبروتين كوت، ده في ريسبتورز لا تلتصق بالاوعيه السليمه، يعني لا تلتصق بالسموث اندوثيليوم، لازم السموث اندوثيليوم يقع ويبان تحته الكولاجين عشان يلتصق بيه، يعني ربنا خالقها تلتصق بالوعاء المصاب ولا تلتصق بالوعاء السليم بمساعدة فاكتور اسمه فون فيلبراند فاكتور. دي حاجة. تاني حاجة اللي هو لونها ازرق ده ممبرين عادي فوسفوليبيد زي اي خلية، ده بيبروفايد بليتلت فاكتور 3
اللي هي السطح الملائم لتجمع الكلوتينج فاكتور عشان نعمل جلطه. عشان كده قلت ان لن يحدث بليتلت اجريجيشن فلن يحدث بلاد كواجيليشن. ايه اللي في البليتلتس خلوها يسموها ثرومبوسايتس خلايا الجلطه؟ اللي خلوها يسموها ثرومبوسايتس خلايا الجلطه هو اللون الازرق ده اللي هو البليتلت فاكتور 3 اللي هو عباره عن فوسفوليبيد بنجمع عليه الكواجيليشن فاكتور، وده بيدي الاراكيدونيك اسيد اللي هو بيتكون منه البروستاجلاندينز. طيب اجي حاجه تاني الجرانيولز، دي مهمه قوي تبقى عارفها. طبعا في كونتراكتايل بروتين في السيتوبلازم اللي هو الاكتين والمايسين بيعصروا البليتلتس عشان يطلعوا الجرانيولز وبينقبلوا بالكالسيوم. نيجي تو تايبس اوف جرانيولز، في عندي الاتي، في عندي دنس اللي هو نون بروتين جرانيولز، خدناهم السيروتونين اللي كان بيعمل فازو كونستريكشن والاي دي بي اللي كان بيعمل فازو كونستريكشن والكالسيوم، يبقوا ثلاثه. بينما الالفا البروتين جرانيولز اللي هم فاكتور 13 اللي بيقوي الفايبرين سموه فايبرين ستابلايزنج فاكتور، بليتلت اكتيفيتنج فاكتور، فاكتور بياكتيفيت البليتلتس هناخده حالا، وبليتلتس درايفد جروث فاكتور اقراها من الاخر للاول، فاكتور بيساعد الجروث بتاع الاوعيه المصابه، درايفد مشتق من البليتلتس، يبقى فاكتور بيعمل جروث للوعاء المصاب عشان يلتئم طالع من البليتلتس فيسموه بليتلت درايفد جروث فاكتور، يبقوا ثلاثه برضه. يبقى ده تبقى عارفه كسؤال ام اس كيو. يبقى في نوعين من الكنوس في البليتلتس، في دنس جرانيولز اللي بشاور عليها اهو، دي مش بروتين دي نون بروتين اللي هي السيروتونين بتاع الفازو كونستريكشن، اي دي بي خدناه حالا في الفازو كونستريكشن، والكالسيوم، الكالسيوم اللي بيقبض الاكتين والمايسين. وبعدين في الفا اور بروتين جرانيولز ثلاثه برضو، فاكتور 13 بليتلتس اكتيفيتنج فاكتور اند بليتلت درايفد جروث فاكتور. دي كانت اللوحه الثانيه. تاني بقى الشغل المهم، بليتلت رياكشنز او بليتلت بلاج، يعني السدادة بتاعت بليتلتس. بس السؤال بيجي بطريقتين، قلت جملة انه كما يتحقق المهندس من سلامة الابنية كذا تتحقق الصفائح من سلامة الاوعية. يعني زي ما الراجل مهندس الحي بيمشي كده يشوف المباني سليمه ولا لا، بيمشي البليتلتس في الاوعيه الدمويه تشوف الفيسل سليمه ولا لا. طب بتعرف ازاي انها مش سليمه؟ قلت لا يمكن وعاء هيتصدع من غير ما يقع الطلاق الداخلي، زي الحائط بالظبط، الفسيولوجي كمان الحياه، حائط عشان يتصدع لازم يحصل فيه شرخ، انما لو الطلاق الداخلي متصل وزي الفل لا يمكن يبقى الحائط تحته متصدع، اي تصدع هيوقع اول حاجه الطلاق الداخلي اللي هي في حالتنا هنا الاندوثيليا، فهيبان في الحائط الاسمنت، يبان عندنا الكولاجين فايبر. فازاي البليتلتس تعرف الوعاء مصاب؟ شافت كولاجين. فاول خطوه من رده الفعل عندها ست حاجات، عشان كده يسموها بليتلت رياكشنز، رده فعل البليتلتس الاصابه، هتعمل رياكشن هينتهي ببلاج بالسداده، عشان كده يسموها بليتلت بلاج. فقلت البليتلتس هتلتصق بالكولاجين فايبر، ان في ريسبتور اهو في الجلايكوبروتين كوت اللي باللون الاحمر تلتصق فقط بالكولاجين فايبرز بمساعده الفون فيلبراند فاكتور. يبقى ده اول حاجه. قلت ان طبقه واحده لا تكفي، ما ينفعش طبقه واحده من البليتلتس ميكروسكوبيه، فعاوزين نجيب ملايين البليتلتس، فالطبقه دي هتسول هتنتفخ ويحصل لها اكتيفيشن اهو، دي تاني خطوه، يبقى اكتيفيشن بليتلتس. تالت خطوه هيحصل ريليس تطلع الكنوز اللي داخلها، ريليس رياكشن اللي من شانها انها تجمع اذر بليتلتس تعمل لهم اجريجيشن. خلاص، من اول ما نعمل اجريجيشن قبل ما نوصل للبلاج، لسه ما عملناش بلاج، تبتدي عمليه التجلط. يعني التجلط نقطة في الام اس كيو مهمة جدا، بيبتدي من أول ما حصل بليتلت اجريجيشن مش لما يحصل بليتلت بلاج. فونس حصل اجريجيشن بقى في وسط أمثل لبداية التجلط، فنسميها بروكو اجلانت اكتيفيتي، نبتدي عملية التجلط. بعد كده البليتلتس اللي اتجمعت تفيوز مع بعض وتدي بليتلت بلاج اللي هي السدادة. ايه الفرق قلت بين الاجريجيشن والفيوجن؟ ان ده ريفيرسبل وتقدر تعد كل بليتلت لوحدها، انما الفيوجن ايريفيرسبل وبقوا امالجاميتد
يعني عاملين كتلة متصلة واحدة. يبقى عندي ست رياكشنز يا جولاد. يبقى أول حاجة قلت كما يتحقق المهندس من سلامة الأبنية تحقق الصفائح من سلامة الأوعية. أول حاجة شافت مين؟ شافت كولاجين فايبر فالتصقت به أديجن. قلت طبقة واحدة لا تكفي لردء التصدع، فالطبقة دي يحصل لها اكتيفيشن and سوال، دي تاني حاجة. وبعدين ريليس تطلع الحاجات اللي جواها نمرة ثلاثة، فيجروا ده الحاجات دي بتجمع البليتلتس يحصل اجريجيشن نمرة أربعة. وانس اتجمعت بليتلتس يبتدي التجلط بروكو اجرنت اكتيفيتي نمرة خمسة، وبعد كده يلحموا ببعض يحصل فيوجن. الصعوبة في الام اس كيو ان كل ستيب بتحصل بحاجات معينة، فاحنا عاوزين نعرف مين الحاجات دي. فالعبد لعن طريقة سهلة جدا يو نيفر فورجيت ات، ان احنا هنركز في الخطوات الزوجية اللي هي خطوة، وحتى عملتها بلون الاحمر اكتيفيشن واجريجيشن وفيوجن. هما التلاتة بيحدثوا بمادة مشتركة اللي هو الادينوزين دايفوسفيت اللي كنا قلنا عليها اللي هي دينس نون بروتين جرانيولز. ادينوزين دايفوسفيت اللي هو يعني زي الادينوزين تراي بس في اتنين فوسفيت بس، ادينوزين دايفوسفيت. طيب يبقى في مادة تقدر تعمل الخطوات الزوجية اللي هي الاكتيفيشن والاجريجيشن والفيوجن، ادينوزين دايفوسفيت. تاني مادة بتشترك في المقطع الاول بس، طريقة حلوة للتذكر. يبقى ثرومبين هنا ثرومبوكسان A2 اللي هو بروستاجلاندين، وبعدين ثرومبين تاني، ثرومبين ده اللي جاي من البروثرومبين. يبقى لطيفة انك تفتكرها اول مادة هي نفس المادة ادينوزين دايفوسفيت في الثلاثة. تاني مادة مجرد تشابه في المقطع الاول ثرومبين ثرومبوكسان A2 ثرومبين. ثالث حاجة مختلفة بقى، مين ساعد الاكتيفيشن؟ الادهيجن اللي قبله. كده خلصنا الاكتيفيشن. طب مين ساعد الاجريجيشن؟ قلناها البليتلت اكتيفيتنج فاكتور اللي هو كان الفا بروتين جرانيولز بليتلت اكتيفيتنج فاكتور. مين ساعد الفيوجن؟ انزيمز. يبقى خلصنا الثلاث خطوات الصعبين، يبقى الثلاثه السهلين. اول واحده كنا قلنا الادهيجن، من التصق بمن؟ الريسبتور بتاعه الجلايكوبروتين كوت التصقت في الكولاجين فايبر اهي بشاور عليه. من الماده اللاصقه؟ الفون فيلبراند فاكتور اللي هو جزء من فاكتور 8 بتاع التجلط. وهنفهم ان فون فيلبراند فاكتور ده اللي ما يعرفوش الزملاء يسمعوني نقصه، ده اهم سبب في العالم للفيلير اوف كواجليشن. واحد في كل 100 في عالمنا هذا ما عندهمش الفون فيلبراند فاكتور ده ناقص، ولكن ثانك جاد انه اتس ا فيري مايلد فور اوف كواجليشن ديفكت، شائع بس خفيف. الفون فيلبراند اللي هو حته من 8. طيب ازاي بيحصل ريليس؟ سهله، انه الكالسيوم هيكونتراكت الاكتين والمايسين هيسكويز البليتلتس يطلعوا الجرانيولز، يبقى ريليس بالكالسيوم. طيب ايه الحاجه في البليتلتس اللي لازمه للتجلط؟ قلناها ان سطح البليتلت الفوسفوليب ميمبرين هو اللي بنجمع عليه الكواجليشن فاكتور وبتدي التجلط. يبقى باي طريقه البليتلت بتساعد التجلط؟ ان الكلوتينج فاكتور بتتجمع على الممبرين بتاع البليتلتس هو الممبرين فوسفوليبيد اللي اسمه بليتلت فاكتور 3. ادي واحد من اصعب الاسئله اللي هو البليتلت رياكشنز. يبقى تاني نقولها في عجاله لاهميتها. يبقى اول خطوه ان البليتلت شافت الكولاجين فايبر وقعت الاندوسينم فيه، فاول حاجه التصقت ادهيجن، طبقه واحده لا تكفي حصل لها اكتيفيشن وسوال. تاني خطوه وبعدين ريليس طلعت الجرانيولز اللي جواها فجمعت other platelets aggregation. رابع خطوة من أول ما جمعناها نقدر نعمل تجلط بروكو أجلنت أكتيفيتي. خامس خطوة وبعدين يلحموا ببعض فيوجن. إزاي هتفتكرها؟ قلت تفكر فيهم في مجموعتين. الطريقة الرائعة العبد الله بحب أقولها والناس بتفهمها بيها اللي هو العادات الزوجية activation aggregation and fusion باللون الأحمر أهو. مادة مشتركة بتعملهم للتلاتة adenosine diphosphate اللي هو dense non-protein granules، وبعدين المادة الثانية لا مجرد اشتراك في المقطع الأول ثرومبين بموسيقى الكلام ثرومبوكسان A2 ثرومبين ثرومبين ثرومبوكسان A2 ثرومبين ثرومبوكسان A2 ده بروستاجلاندينز، ثرومبين ده جاي من البروثرومبين. ثالث حاجة مش مشتركة هنا مين يساعد الاكتيفيشن الأديجن، وهنا مين يساعد الأجريشن بليتلت أكتيفيشن فاكتور، وهنا الإنزيمز. يبقى فاضل الثلاث خطوات السهلين.
الادهيجن من التصق بمن؟ الريسبتور بتاعت الجلايكوبروتين كود التصق بالكولاجين فايبر بمساعده جزء من فاكتور 8 بتاع التجلط اسمه فون فيلبراند فاكتور. وبعدين ازاي حصل ريليس؟ الاكتولومايسين قبضوا، ما تقولش الكلام ده، تقول بوست الكالسيوم. قبضوا الاكتولومايسين تبقى فاهم، عصروا البليتلتس طلع منها المواد اهي. طيب بأي طريقه البليتلتس مهمه للتجلط؟ الكلوتينج فاكتور بيتجمعوا على الممبر بتاع البليتلتس اللي هو فوسفوليبيد اللي اسمه بليتلت فاكتور 3. خلص القصه، سهله جدا. نيجي بقى في الام اس كيو، في مادتين مهمين جدا يا اولاد. او قبل ما نجيلهم تعال نقول طيب الفانكشنز اوف بليتلتس في هيموستاسيس. انا بقولها بطريقه جميله قوي. طبعا هي بتساعد البلاد كواجيليشن عن طريق بليتلت فاكتور 3، انما بتعمل حاجتين قبل التجلط وحاجتين بعد التجلط، يعني كان اكشوالي خمس وظائف. ان لا ان لم يحدث بليتلت اجريجيشن فلن يحدث بلاد كواجيليشن عن طريق بليتلت فاكتور 3. طب في اتنين قبليهم قلناها في الصفحه اللي قبلها، ان لو بين بريك صغير شك الدبوس مش محتاجين جلطه خالص. كان مين بيعمل الفازو كونستريكشن البليتلتس؟ بالسيروتونين والثرومبوكسان اي 2 والاي دي بي. قلناه السيروتونين ده ما بزهقش دنس نون بروتينينج ايونز، الثرومبوكسان اي 2 ده بروستاجلاندينز، الاي دي بي ده زي السيروتونين اللي هو نون بروتين جرانيولز. خلاص اسف، النون بروتين اللي هو دنس جرانيولز. طيب خطوتين بعد التجلط، ان خيوط الجلطه بتبقى ضعيفه، الفايبرين لوس، عشان نقويها محتاجين فايبرين ستابيلايزنج فاكتور اللي هو فاكتور 13، ده بيبقى موجود في البليتلتس. طيب خلاص عملنا جلطه، قلنا لازم الفيسل بقى يلتئم عشان نشيل الكلام ده والدم يمشي. البليتلتس هي اللي بتدي فاكتور، اهو فاكتور بيعمل جروث درايفد من البليتلت، بليتلت درايفد جروث فاكتور اللي هو قلنا الفا بروتين جرانيولز. يبقى ده يصلح سؤال نظري هنبقى نراجعه بطريقه معينه في باذن الله في مراجعه النظري. يبقى الفانكشنز بليتلتس في التجلط باسهل طريقه، لعبد الله بيحب النظام جدا مع عشقت مستعشق النظام. خمسه، هي ليه سموها ثرومبوسايتس؟ لانها مهمه للبلاك كواجيليشن عن طريق الفوسفوليبيد ممبر اللي هو بليتلت فاكتور 3. طب في وظيفتين قبل التجلط وظيفتين بعد التجلط. قبل التجلط ممكن توقف النزيف بدون جلطه بالفازو كونستريكشن اللي بيحصل بتاعت حاجات سيروتونين ثرومبوكسان اي 2 اللي هو بروستاجلاندين اي دي بي. قلنا الاثنين دول عباره عن دنس نون بروتين جرانيولز. وبعدين بليتلت بلاج اللي قلناها اللي هم الست وظائف، يعني لو جات لك فانكشن بليتلت لازم تكتب السته كمان، ده يبقى سؤال طويل جدا. بليتلت بلاج اللي هو البليتلت اكشن ست. طب واثنين بعد التجلط، ان خيوط الجلطه ضعيفه، مين اللي بيقويها؟ فايبرين ستابيلايزنج فاكتور اللي هو فاكتور 13 اللي بيديه البليتلتس. وبعدين طيب بعد ما عملنا وقفنا نزيف لازم الفيسل متعور يلتئم ويلتحم، ففي فاكتور بيعمل جروث درايف من البليتلتس، فيبقى بالانجلش يقولوها من اليسار لليمين بليتلت درايف جروث فاكتور. اللي جاي ده ام اس كيو مهم جدا. نحن العرب نعلم ان كل حاجه ربنا عاملها على ميزان، فربنا عامل ماده مع الهيموستيزيس وطبعا ما بعثها البليتلتس. البليتلتس دي مخها كله ايقاف نزيف، مش وظيفه غير هيموستيزيس، وخلية أخرى ما بتحبش الهيموستاسيس لأن الهيموستاسيس فيه عيب خطير. فكر تخيل فيه جلطة جوه فيسل، يبقى ما فيش فلو رايح للأورجن ده، يبقى مين اللي ما يحبش الهيموستاسيس؟ الفيسل السليم مش عاوز الكلام ده. من يمثله؟ الاندوثيليوم. ففي خلية مخها في الهيموستاسيس تطلق مادة هي الأساس في الهيموستاسيس بليتلتس. المادة دي اسمها ثرومبوكسان A2 بروستاجلاندينز. الاندوثيليوم اللي هو الممثل للفيسل السليم مش عاوز الكلام ده، يطلق بروستاجلاندين برضو اخر يمنع الهيموستاسيس اسمه بروستاسايكلين. يبقى تو بروستاجلاندينز، وقلت البروستاجلاندينز دي طالعه من الليبيد، من الفوسفوليبيد صح، من الممبرين. واحد بيطلع من بليتلت مع الهيموستاسيس، وواحد من الاندوثيليوم ضد الهيموستاسيس. ده من اشهر في الام اس كيو. بكم طريقه ال ثرومبوكسان اي 2 اللي بيطلع من البليتلت بيساعد هيموستاسيس؟ بطريقتين. الثرومبوكسان اي 2 كان بيعمل اول طريقه اللي هي الفازو كونستريكشن صح، وبعدين اذكرك اهو ثرومبوكسان اي 2 بيعمل اهم عمليه اللي هي الاجريجيشن اللي هي مقدمه لايه بقى؟ مقدمه للكواجيليشن
بروكواجلانت اكتيفيتي، ما هو ان لم يحدث بريتلت اجريجيشن فلن يحدث كواجريشن، ومقدمه للفيوجن اللي هي البريتلت، يعني مقدمه لكل حاجه. يبقى باي طريقه ثرومبوجزان اي 2 بيساعد هيموستاسيس؟ كانه عمل الثلاث حاجات بنفسه، عمل فازوكونستريكشن وجمع البليتلتس اللي هي مقدمه الخطوه الثانيه اللي هو البليتلت بلاج او فيوجن، والخطوه الثالثه اللي هي الكواجليشن. العكس الاندوثيليوم ازاي بتمنع هذا الكلام؟ تعمل عكس تماما، تعمل فازودايليتيشن وتطفش البليتلتس، خليهم ما يتجمعوش، بريفنتس البليتلت اجريجيشن. البروستاسايكلين بتاعت الاندوثيليوم بتشتغل بانها بتزود السايكليك ام بي، بينما الثرومبوكزان اي 2 اللي هو البروستاجلاند الاخر بتاع البليتلتس بينقص السايكليك ام بي. وقلنا هنا ان الناس اللي عندها عرضه ان يجي لها جلطه بياخدوا اسبرين اطفال فور لايف، كل يوم ياخد حبه اسبرين بتاعت الطفل الصغيره. بيعمل ايه الاسبرين بتاع الاطفال ده؟ بيقلل الانزيمز اللي بتكون الاثنين، الثرومبوكزان اي 2 والبروستاسايكل الاثنين. بس اللي بيحصل مين بيفوق قبل التاني؟ البروستاسايكل، الانزيم اللي بتعمل الماده الحلوه البروستاسايكل اللي بتمنع الهيموستاسيس بتريكفر قبل الانزيم بتاع الثرومبوكزان اي 2، فيبقى عندي الماده اللي بتمنع الهيموستاسيس وما عنديش الماده اللي بتعمل جلطه وايقاف نزيف وحاجات زي كده. واحد من اعظم الاكتشافات سمول دوزز اوف اسبرين. يبقى هتقللهم هما الاثنين، بس مين هيفوق ويرجع بسرعه؟ البروستاسايكل. يبقى فاهم، تبقى عارف ان بوس بروستاجلاندين ار فورمد بالاراكودونيك اسيد بانزيم اسمه سايكلو اوكسجينيز. احنا قلنا بيتعملوا من الاراكودونيك اسيد بالسايكلو اوكسجينيز. تبقى عارف ده سؤال MCQ مهم جدا، طرفي المعادله ماده مع الهيموستاسيس يطلقها الخليه المهتمه بالهيموستاسيس البليتلتس اللي هي الثرومبوكزان اي 2، وماده لا تحب الهيموستاسيس يطلقها الخليه اللي تعني سلامه الفيسل اندوثيليوم اللي هي البروستاسايكل. ازاي الثرومبوكزان اي 2 بيساعد الهيموستاسيس؟ بنفسه بيعمل اول حاجه فازوكونستريكشن، وهم بيعمل العمليه الثانيه اللي هو البلاج، والثالثه الكواجليشن اندايركتلي بانه بيجمع البليتلتس بليتلت اجريجيشن. اتجمعت هتفيوز تعمل بلاج بليتلت بلاج، اتجمعت هيتجمع عليها كواجليشن فاكتور ويحصل جلطه. الثانية العكس، فازودايليتيشن وتمنع البليتلت اجريجيشن. البروستاسايكلين في الام اس كيو بتشتغل بزياده سايكليك ام بي، يبقى الثانيه بنقص السايكليك ام بي. البروستاسايكل لو خدت سمول دوز اوف اسبرين بينقصهم هما الاثنين الاول، بس مين بيزيد بعد كده؟ الماده الحلوه البروستاسايكل. دي من الصفحات المهمه جدا. يبقى اتكلمنا على الفازوكونستريكشن واتكلمنا على البليتلت بلاج. نيجي العمليه الثالثه اللي هي البلاج كواجليشن. قلت بدأوا يعني فهم نظرية التجلط في ألمانيا، فعش كده هشرحها كما حدثت في سنة 1918. هنشرحها كما حدثت. قلنا ان الجلطة يا ولاد عبارة عن بروتين خيطي اسمه فايبرين، وانس رميت شبكة في البلاد، اكتر سمك في البلاد هتصطادوا مين؟ كرات الدم الحمراء. فيبقى الجلطه عباره عن ايه يا اولاد؟ بروتين خيطي فايبرين، اي ان يعني بروتين وفايبرين يعني خيط، بروتين خيطي ترابينج ار بي سيز. طيب ده موجود في صوره سابقه زائبه اسمها فايبرينجن اللي هو بلازما بروتين، وقلت فايبرينجن يعني الماده اللي بتعمل جينيسيس للفايبر، وعشان كده ده فاكتور 1. ايه الفرق بين الفايبرينجن والفايبرين؟ الفايبرينجن دايب، انما الفايبرين خيوط مش دايبه، انسوليبل. الفايبرينجن 6 بيبتايد تشينز، الفايبرين ده 4 بس. يبقى انا عاوز 4 من الست، يبقى الطالب ذكي يبقى محتاج بروتيوليتيك انزيم يكسر لي السته دول ياخد لي منهم 4 اللي هو الفايبرين اللي هو الثرومب اللي بيعمل الجلطه. خلاص، بس طبعا ده اخطر قرار قلنا في الجسم، انك تعمل جلطه ده اخطر قرار، ثرومب البروتين اللي يعمل الجلطه. ليه؟ افهمني، اتعورت وما عملتش جلطه تموت من نزيف. طب بدون اصابه عملت جلطه في القلب بدون اصابه، ده اهم سبب للوفاه في العالم. قلت واحد في كل ثلاثه بيموت من جلطه خطا في القلب،
يبقى ده اخطر قرار في الجسم. ما تعملش جلطة الا ما يكون في اصابة، لازم يتلازم الشيئان، الجلطة مع الاصابة. اصابة بدون جلطة موت من نزيف، جلطة بدون اصابة موت من جلطة في القلب. فعشان كده ربنا خلى هذا الانزيم البروتوليتيك انزيم الثرومبين اللي بيكسر اربعة من الفايبرينج، الاربعة فايبرين في صورة غير نشطة اسمها شوف برو يعني اب برو ثرومبين، ويبقى ده فاكتور اتنين. يبقى اول فاكتور فاهم النظرية ماشية ازاي، هو اللي بيعمل الجلطة اللي هو الفايبرين فاكتور واحد. طب انا عاوز اربعة من الست عشان يبقى بدل ما كان سوليبل يبقى انسوليبل، يبقى خيوط انسوليبل عاملة جلطة، محتاج بروتوليتيك انزيم اسمه ثرومبين. بقول لك معلومة حلوة، كل الكواجليشن فاكتور بروتوليتيك انزيمز مش بس الثرومبين، عشان تفتكر ايه موجود صورة غير نشطة اسمها برو ثرومبين يدي ثرومبين. قرار بهذه الخطورة انك هتنشط الانزيم اللي بيعمل الجلطة محتاج مجلس شورى، مش واحد ياخد القرار لوحده، الفسيولوجي كما الحياة. فمين اللي بينشط البروثرومبين الثرومبين؟ كومبلكس هو اللي بيعمل البروثرومبين اكتيفيشن، بينشط البروثرومبين، فاسمه بروثرومبين اكتيفيشن كومبلكس. مجلس الشورى تكون من اربع اعضاء، بشرح كاني بحكي الفسيولوجي عشان تفهمه. مجلس الشورى اللي بياخد اخطر قرار في جسمك انه ينشط البروثرومبين الثرومبين وبالتالي يحصل جلطة بيتكون من اربع اعضاء، رقمين وكلمتين، فاكتور 5 و10 حتى حلوين في الحفظ، 5 و10 وكلمتين كالسيوم وفوسفوليبيد، فاكر اللي هو بليتلت فاكتور 3 خدناه، يبقى كالسيوم وفوسفوليبيد طالع من بليتلت، يبقى 5 و10 وكالسيوم وفوسفوليبيد. كل مجلس الشورى له زعيم، مين زعيم مجلس الشورى؟ 10 لازم يبقى في الاكتيف فور، كمان لي 10 ده مهم زي في الباراسيمباتيك الفيجاس 10 كان اهم واحد مارادونا. في مجلس الشورى اللي بينشط البروثرومبين الثرومبين 10 ده مهم. في كام طريقه لتنشيط 10؟ قال لك في سكتين، يا سكه 7 يا سكه 8، حلوه الاعداد، يا 7 8 ولازم تكتبهم باللاتيني، 5 جنبيها شرطين يبقى 7، هنا 5 جنبيها 3 يبقى 8. 7 يتحدث عن نفسه بيقول انا عشان اشطكوا 10 واعمل جلطه اللي هو اخطر قرار هاتولي دليل اصابه، فجبنا له الدليل من خارج الدم، من التيشو ثرومبوبلاستين، يبقى حاجه من التيشو لعمل الجلطه، بلاستين يعني تخليق، ثرومبو يعني جلطه، حاجه من التيشو لتخليق الجلطه، جبناها من بره الدم التيشو. عشان كده سموها اكسترنسك باثوي، لان دليل الاصابه كان من بره. وقلت بارجع للمحاضرات بتاعتي ليه ده دليل اصابه، هقولها في عجاله. 7 ده في الدم، ايه اللي هيجيب حاجه من التيشو اللي في التيشو تيشو ثرومبوبلاست اللي حاجه في الدم الا لو البلاد التقى بالتيشو، افتح ودنك، الا لو البلاد ساح على التيشو، فسبعه جه ان كونتاكت مع التيشو وده معناه ان في اصابه، فعشان كده سموها اكسترنسك باثوي. نيجي الناحيه الثانيه، 8 قال انا عشان انشط 10 عاوز معايا اخويا 9، ما نشطنيش، انا نشط بس عاوز اخويا 9 معايا. 9 قال انا عاوز اخويا 11 ينشطني، الفرق ان 8 عاوز 9 معاه بس مش عاوز ينشطه، انما 9 عاوز 11 ينشطه، و11 قال عاوز اخويا 12 ينشطني، مش هنخلص خلصنا. 12 قال ادوني دليل اصابه، نجيبوا له منين دليل اصابه؟ هنا جبناه له من جوه الفيسل ان الاندوثيليوم وقعت وبان الكولاجين، فلما 12 شاف الكولاجين اتنشط وعمل العمليه كامله، هنا دليل الاصابه جوه، عشان كده سموها انترنسيك باثوي. يبقى كلمه اكسترنسيك وانترنسيك مش حسب جوه الجسم وبره الجسم، دليل الاصابه جه منين؟ جه من جوه الفيسل من الكولاجين تبقى انترنسيك، جه من التيشو تبقى اكسترنسيك. واحد يقول لي طب انا انت حفظتنا 7 وهنا مش عارفين نحفظه، حفظها بطريقه سهله قوي. الاكسترنسيك باثوي بطوله مطلقه الفاكتور 7 مفيش غيره. قيس ليلى، اما اقول فاكتور 7 يبقى اكسترنسيك، ما الاكسترنسيك باثوي الا فاكتور 7 وما فاكتور 7 الا الاكسترنسيك باثوي، خلاص كده لزقت 7 يعني اكسترنسيك. طب نيجي للناحيه الثانيه، 4 فاكتورز حافظها بطريقه لطيفه قوي بسميهم الزفه،
مين العريس؟ مين اهم فاكتور؟ اهو 10. 2 قبل 10 على يمينه و2 على شماله. قبل 10 8 9 وبعد 10 11 12. خلصت. 2 قبل 10 8 9 و2 بعد 10 11 12. يبقى السبيسيفيك فاكتور فور انترنسيك باث واي 2 قبل 10 و2 بعد 10 8 9 11 12. ما تجيش اسهل من كده. انما الاكسترنسيك بطوله مطلقه اللي هي الفاكتور 7. السؤال الرائع، طالب ياما سالهوني هنا وهناك، هو ليه في تو باث ويز؟ فكر معايا، تفتكر مين فيهم اسرع؟ طبعا الاكسترنسيك لانه عاوز فاكتور واحد، انما ده 8 عاوز 9 و9 عاوز 11 و11 عاوز 12، يبقى ابطا. طب ما هو ده المطلوب، يبقى واحد سريع بس ليس افيشنت اللي هو الاكسترنسيك، وواحد بطيء اللي هو الانترنسيك بات مور افيشنت. وده اللي بنعمله لما يبقى فيه مصاب في الشارع، في اسعاف اولي سريع بس ليس افيشنت، وعلاج في المستشفى هياخد وقت بس مور افيشنت. فاحنا ربنا ادانا الاثنين يا اولاد، بنبتدي بحاجه سريعه ليس افيشنت هي الاكسترنسيك، ونكمل بحاجه اهم وهي الانترنسيك باث واي. طب هل يوجد علاقه بين الاثنين؟ ده سؤال في الام اس كيو، مش معناه ان كلهم في وادي. 7 اهي الاجابه، بينشط 9. 7 بتاع الاكسترنسيك بينشط احد اعضاء الانترنسيك وهو 9. حاجه جميله خالص. خد بالك في الحالتين عاوزين فوسفوليبيد. الفوسفوليبيد هنا طالع من البليتلت، انما الفوسفوليبيد هنا طالع من التيشو. خلاص ده هتفتكر. ومحتاجين كالسيوم في كل الخطوات على فكره، ما عدا اول خطوتين تبقى عارف مين الايون اللي مهم للتجلط. ايونايز كالسيوم محتاجينه 8. قلت يا اولاد مرت السنوات، وعشان كده هتفهم ليه فاكتور 13 جه بعد 12. اكتشفنا ان عدد من العيانين حظهم فقر، بعد ما عمل الجلطة والحمد لله عمل جلطة والنزيف وقف، الجلطة تفككت ومات بعد ما عمل جلطة. أتاري الفايبرين ده، الخيوط دي بتبقى مونومير، قطعة واحدة، خيط ضعيف، لازم نعمل لهم بوليميرايزيشن، عارف، نجدلهم كده زي الضفيرة عشان يبقى حبل قوي اللي بيشدوا بيه السفن. اللي بيحول الفايبرين اللوس لفايبرين تايت قوي ما يتقطعش فاكتور اسمه فايبرين ستابيلايزنج فاكتور، هو فاكتور 13. عشان كده بعد 12 بحكي لك التاريخ اكتشفوا 13 فايبرين ستابيلايزنج فاكتور بيقوي، اللي هو فاكتور 13. حتى بقولها بطريقه تونس، مين العاني الفقر اللي هو بعد ما عمل جلطه وهي جلطه وانبسطت عمل جلطه تفككت الجلطه ومات، اللي ناقصه رقم فقر زي وشه فاكتور 13 فايبرين ستابيلايزنج فاكتور، بمعاونة الكالسيوم والثرومبين بيعملوا عملية التجلط. ادي نظرية التجلط. ممكن نقولها بطريقة سهلة، يبقى تعال نقولها وبدون اللوحة او احطها لك تاني، ناخد اللوحة اللي بعدها. اولا ما هي الكواجيليشن؟ خد بالك سؤال في الام اس كيو، ما هو الكواجيليشن وما هو الاجلوتينيشن؟ لازم تبقى قلدك عشان تجاوب السؤال. الكوكوكواجيليشن هي الكوكو كونفرجن اوف سوليبل فايبرينجين انتو انسوليبل فايبرين، يبقى حلوه. الكو هي الكوكواجيليشن هي الكونفرجن للسوليبل فايبرينجين انتو انسوليبل فايبرين. بينما ما هي الاجلوتينيشن؟ لاحظ لما بنراجع ام اس كيو، الاجلوتينيشن هي عباره عن انتيجين انتي بودي رياكشن. حلوه، يبقى عمرك ما هتنساها من السمع. الكوكو والآآ، الكو اجليشن كونفرجن اوف سوليبل فايبرينجين انتو انسوليبل فايبرين، انما الآآ اجلوتينيشن آآ انتيجين انتي بودي رياكشن. طب ممكن تلخيص عمليه التجلط تشوفناها دي في ثلاث خطوات زي ما شرحتها بالظبط. اول خطوه اللي هو فاكتور واحد بحول السوليبل فايبرينجين الى انسوليبل فايبر، دي ستيب 1 بار 1. طب تاني خطوة، مين الانزيم اللي بياخد الاربعة من الستة؟ يبقى لازم يبقى بروتوليتيك انزيم اسمه ثرومبين، بس موجود في صورة غير نشطة اسمها بروثرومبين، فان انا اكون الثرومبين من البروثرومبين. طب ده دي اهم خطوة بقى اللي هينشط الانزيم اللي بيعمل التجلط ده. ده اخطر قرار في جسمك، عشان كده قام بيه مجلي الشورى من اربعة. فاكر 5 و10 وكالسيوم وفوسفوليبيد، رقمين وكلمتين، رقمين حلوين، 5 و10 وكالسيوم فوسفوليبيد. مين زعيم مجلس الشورى؟ اكتب 10. طيب ازاي ننشط 10؟ في سكتين الاكتيفيشن اوف 10،
سكة سريعة فيها فاكتور واحد سبعة. احتاج دليل إصابة من بره من التيشو عشان كده سميناها extrinsic pathway. أو سكة أبطأ واحد ينشط التاني ينشط التالت اللي هي سكة تمانية. خدناهم إزاي بقى فاكر؟ اتنين قبل عشرة واتنين بعد عشرة. تمانية عاوز تسعة قبل عشرة وعين بعد عشرة وتسعة عاوز 11 واتناشر. يبقى ده الانترنسك باثوي. خلاص يبقى فيه اكسترنسك وانترنسك. يبقى ده ملخص جميل للقصة. طيب بيقولك بيشتغلوا بطريقة كاسكيد. ده سؤال في الام اس كيو صح. يعني ايه كاسكيد؟ شلال صغير. يعني 12 قلنا بقى لو خدناها من الاول 12 نشط 11 11 نشط 9 كل خطوة اقوى من سابقتها. ده فكرة الشلال الصغير. كل ما بينزل المية بيتزايد سرعة المية بسبب الجاذبية. واقول لك حاجة، كل التفاعلات الكيميائية في الجسم كاسكيد. البايو كيمستري كله كاسكيد. هو ما كانش يقدر ربنا خليها فقرة معلومات عامة يطلع المنتج النهائي في خطوة واحدة؟ كل شيء عند الله مستطاع. طب ليه ربنا بيخلي خطوة تؤدي لخطوة تؤدي لخطوة؟ كاسكيد. خطوة التانية أقوى من الأولى، التالتة أقوى من التانية، الرابعة أقوى من التالتة، فيبقى في تزايد متدرج وبالتالي يمكن التحكم في الرياكشن. لكن لو كان الرياكشن انفجاري بوم اكسبلوسيف المنتج بيطلع في خطوة واحدة نتحكم فيه ازاي؟ دي سواي ربنا خلى كل البايوكيمستري. الأول مرة هتفهمها والآخر مرة زي ما فهمتها لكش مش هتفهمها. كل البايوكيمستري بما فيهم الكواجيليشن ثيوري كاسكيد رياكشنز، تفاعلات متدرجة متزايدة كما في الشلال الصغير. ليه ربنا عمل اكسترنسك وانترنسك؟ انت فاهم ده سبعة بس سريع بس ليس افيشن. ده 8 9 قبل 10 و11 12 بعد 10 بطيء بس مور افيشن. هل في علاقه ما بينهم؟ قلنا 7 بيشغل 9. في الام اس كيو كواجليشن فاكتورز يا اولاد، تركيبيا بيتا جلوبولينز، بيتا جلوبولينز فورمال ان ذا ليفر. طب وظيفيا كلهم قلت لك، مش بس الثرومبين، بروتيوليتيك انزيمز. بقولها كده في مزاح، التنشيط بالتكسير، نظام صعيده الرياضه اللي عندهم بيلعبوا تحطيب، يعني كسروا دماغ بعض كده بقوا بيلعبوا رياضه وبتنشطوا. كل واحد يكسر في اللي بعده واحد فينشطوا، يعني حاجه غريبه. حتى التنشيط بالتكسير بروتيوليتيك انزيمز كاسكيد رياكشنز. كل فاكتور زي لعيب الكوره has got a name and a roman number. رومان يعني ما يكتبش بالانجليزي. فالفايبرينجين فاكتور واحد، بروثرومبين فاكتور اثنين، هنقولهم في عجالة في الاخر. كفاية قوي على اللوحة دي. نيجي اللوحة التالتة دي من اهم اللوحات، وعاوزك تبقى تحطها قصادك فترة كده او تسمعها مرتين ثلاثة. ايه اللي بيلخبط في الكواجيليشن؟ ان في مجموعة يعني اعداد بتتداخل مع بعض. قال لك الاول احنا عندنا ست مجموعات من الاعداد، بحب اخد اول ثلاثة مع بعض. يمكن تقسيم الكواجيليشن فاكتور لثلاثة جروبس حسب ايه؟ السيميلاريتي ان ستراكشر اند فانكشن. ففي اول حاجة اسمها فايبرينوجين جروب، بيشمل مين؟ طبعا زي ما اقول مثلا قائمة حسام ابو الفتوح في الانتخابات مثلا، يبقى 100% على راس القائمه حسام ابو الفتوح. فادام قالوا فايبرينجين جروب يبقى 100% بتتضمن فايبرينجين. زائد حفظتها الاجابه بطريقه رائعه، فاكتور 5 زائد 8 تساوي 13. انت ما تقولهاش الممتحن كده، ما يقول لك مين فايبرينجين جروب او انت بتحل في الام اس كيو. طبعا فايبرينجين اللي هو فاكتور 1. وبعدين 5 زائد 8 في سرك تقول له 5 في سرك، زائد 8 في سرك تساوي 13. 5 8 13 حلو قوي. تعرف لي عن الجروب ده اربع معلومات في الام اس كيو. ما ينطبق على زعيم الجروب وهو الفايبرينجين ينطبق على الاعضاء 5 8 13. الفايبرينجين مين اللي بينشطوا؟ الفايبر الثرومبين. فكلهم مش بس الفايبرينجين اكتيفيتد بالثرومبين، وكلهم ان اكتيفيتد بالبلازمين. الثرومب بيعملهم اكتيفيشن يعمل جلطه، ومين يسيحهم ويساح الجلطه؟ هناخد دلوقتي حاله اكتيفيتد باي بلازمين ما عدا فاكتور 13 الفقر، هنفهم ليه بعد شويه. طيب الفايبرينجين جروب من اسمه انا قلت لك الجلطه عباره عن ايه اهو، شوف بدور عباره عن فايبرين. لما تشيل الجلطه من البلازما وترميها في الشارع، هنجيب البلازما تبقى تتجلط، تاخد الجلطه ترميها في الشارع
اللي باقي اسمه سيرم. يبقى السيرم عباره عن بلازما ما فيهاش جلطه. يبقى الجروب اللي عمل الجلطه وهو من اسمه فايبرينوجين اللي بيعمل الفايبر مع الجلطه قلت عباره عن شبكه من فايبر، يبقى مش موجود في السيرم. سؤال ام اس كيو. يبقى اللي بيفورم البلاك كلوت يبقى نوت ان سيرم. مجرد مصادفه جميله بقى، مجرد مصادفه. اللي مش في السيرم مش ستيبل ان ستورج، يعني ما تقدرش تخزنه. اس مع اس، اللي مش في السيرم مش ستيبل، دي مجرد مصادفه بس لطيفه في الحفظ. تاني جروب اسمه البروثرومبين جروب. يبقى 100% على راسي البروثرومبين مع فاكتور 7 و9 و10. واحد يقول لي هتحفظها لنا ازاي؟ ليه طريقه برضه. فاكر الكرينيال اوتونوميك ليه 1973 كانوا 3 7 9 10. بدل ما تقول 3 قول بروثرومبين 7 9 10، بدل 3 7 9 10 بروثرومبين 7 9 10، عشان البروثرومبين هنا هو فاكتور 2. يبقى طريقه حلوه. ايه اهم سؤال في الام اس كيو؟ مين الفيتامين اللي مهم للتجلط؟ فيتامين كي. وفاكر المينرال؟ ايونايز كالسيوم. مش موضوعنا دلوقتي. هو ليه فيتامين كي مهم للتجلط؟ لانه عمل البروثرومبين جروب في الليفر يحتاج الى فيتامين كي ككو انزيم مساعد للانزيمات. خلاص؟ طيب هذا الجروب واللي بعده الكونتاكت جروب اللي هو عاوز كونتاكت مع كولاجين فايبر، اللي هو فاكتور 11 و12. حتى قلت ال 11 12 بتوع الانترنسك باثوي اللي بتحدث داخل الجسم، ما سموهاش انترنسك عشان بتحدث داخل الجسم، ممكن تحدث داخل وخارج، هي حسب ال دليل الاصابه كان الكولاجين. لما تحط الدم في تيست تيوب وتجيب فاكتور 11 و12 بدل ان كونتاكت مع كولاجين، ان كونتاكت مع الجلاس مع الازاز بتاع انبوبه الاختبار اللي فيها نيجاتيف تشارجز، هيتنشطوا ويعملوا جلطه في انبوبه الاختبار بره الجسم. يبقى بره الجسم الدم بيتجلط بالانترنسك، انترنسك او اكسترنسك حسب دليل الاصابه. دليل الاصابه بالتيجو يبقى اكسترنسك، من جوه الكولاجين تبقى انترنسك. ليه سموه كونتاكت جروب؟ لان لما بيجوا ان كونتاكت مع كولاجين جوه الجسم او مع الازاز بره الجسم بيتنشطوا، اهو اكتيفيتد بالكولاجين او بالنيجاتيف تشارجز اللي موجوده في الازاز بتاعه الويتابل سيرفس. التو جروبس دول بقى الفايبرينجين هو اللي بيعمل الجلط، دول ما بيعملوش الجلط، دول هيلب في تكوين الجلطه لكن ما بيعملوش، وعليه لما ترمي الجلطه ما زالوا موجودين في السيرم، يبقى دول موجودين ان سيرم. وقلتها بطريقه رائعه، اللي في السيرم ستيبل ان ستورج. حلوه. اللي اس مع اس، اللي في السيرم ستيبل ان ستورج، اللي عمل الجلطه وبالتالي مش في السيرم نوت ستيبل ان ستورج. دي اول ثلاث مجموعات. نيجي الثلاث مجموعات اللي بعدها، هيسالك في الام اس كيو مين السبيسيفيك فاكتور فور اكسترنسك باث واي. فاكتور 7 بطوله مطلقه. طب مين السبيسيفيك فاكتور للانترنسك باث واي؟ فاكرهم الزفه 2 قبل 10 8 9 و2 بعد 10 11 12. طيب في الهيموفيليا اللي هو مرض مهم جدا هناخده وان كان نادر، بيأثر فقط في الانترنسك باث واي، وده يدلك ان الانترنسك باث واي دي هي الاهم. ده الاثبات، الهيموفيليا بيأثر في الانترنسك ومع ذلك الان عنده نزيف، يبقى الانترنسك هو الاهم. حتى لو الاكسترنسك سليم في الهيموفيليا، الاكسترنسك سليم مع ذلك الان بينزف. في ثلاث انواع من الهيموفيليا، هيموفيليا اي بي سي، خدها بقى 8 9 11، ما فيش هيموفيليا دي اللي هو بتبقى في 12. يبقى 8 ده اشهر نوع هيموفيليا اي، 9 هيموفيليا بي، 11 هيموفيليا سي. خلاص. طيب هاو تو تيست الاكسترنسك وهاو تو تيست الانترنسك باث واي؟ انا بقولها بطريقه جميله في التجربه. التجربتين اسمهم تايم. الاكسترنسك بيعتمد على فاكتور واحد، فقبل كلمه تايم مصادفه جميله في كلمه واحده بروثرومبين تايم، يبقى ده بتاع الاكسترنسك يطول لو الاكسترنسك بايس. بتاع الانترنسك كان فيه كام فاكتور؟ 4 8 9 قبل 10 11 12، اربع كلمات قبل كلمه تايم: اكتيفيشن، بارشن، ثرومبو بلاستين، يعني تكوين الجلطه ثرومبو بلاست، تكوين الجلطه بطريقه واحده بارشال اكتيفيشن، بتنشيط جزئي بالانترنسك بس. فعشان ما تلخبطهمش انهي تجربه بتاعت الاكسترنسك وانهي الانترنسك، حفظتها لاجل هي طبعا عاوز الفهم افهمك.
في البروثرومبين تايم بنحط على البلازما تيشو اكستراكت حاجة من برا البلاب، يبقى احنا بنختبر الاكسترنسك لان جبنا حاجة من التيشو. انما في التجربة بتاعت الانترنسك بنحط سيرفيس اكتيفيتور حاجة تنشط الكونتاكت فاكتورز، ما هم عاوزين سيرفيس، فعشان كده بقى التست للانترنسك. بس ما عليكش الكلام ده، بس اذا عاوز تفهمه يعني ليه التجربة دي بتاعت الانترنسك ودي الاكسترنسك، مش عشان دي كلمة ودي اربع كلمات، ده دي بساعدك في الحفظ هنا، لان حطينا حاجه من التيشو، تيشو اكستراك حتى بنجيبها من مخ الارنب كانوا زمان، دلوقتي طوروها، وهنا بنحط سيرفيس اكتيفيت الكونتاكت جروب اللي هو 11 و12. انما عشان ما تلخبطهمش مين اكسترنسك ومين انترنسك، الاكسترنسك فيه فاكتور واحد قبل كلمه تايم كلمه واحده، الانترنسك اربعه فاكتور قبل كلمه تايم في اربع كلمات. المجموعه السادسه والاخيره في اهم صفحه بتلخبط الطالب في الكواجليشن، تسمعها كذا مره، الهيبرين ده انتي كواجلانس، ده ابسامينا بولسي ما بيمنعش التجلط بنفسه، ده بينشط اللي بيمنع التجلط اللي اسمه انتي ثرومبين 3، اسم مش على مسمى، انتي ثرومبين 3 ما بيمنعش التجلط بانه يمنع الثرومبين. زي ما قلت واحد اتولد سموه نخله وطلع قصير، فالانتي ثرومبين ملوش دعوه بالثرومبين، ده بيمنع التجلط لانه بيمنع اربعه فاكتور. هنا بقى اربعه ورا بعض 9 10 11 12 وبقول لك طيب يا تونس بيسعى في الخير، يبقى ابتدي برقم 9 بيسعى في الخير 9 10 11 12. ده اكتيفيتد بيل هيبرين، ده لوحه مهمه جدا مش هقول فيها غير الارقام بس وانت اسمعها كذا مره. فايبر ثلاثه جروبس بتوع التجلط، فايبرينجن جروب، فايبرينجن 5 زائد 8 يساوي 13، بروثرومبين جروب زي الكرينيا الاوتوروميك بدل 3 7 9 10 بروثرومبين 7 9 10، كونتاكت جروب اللي بيحب يتلزق 11 و12. ثلاثه تانيين بقى، مين اللي سبيسيفيك فاكتور فور اكسترنسك 7، مين اللي سبيسيفيك فاكتورز فور انترنسك، ده سؤال ام اس كيو لما يقول لك نقي 7 لو بيتكلم على الاكسترنسك، لو بيتكلم على انترنسك تنقي واحد من اربعه، 2 قبل 10 8 9 و2 بعد 10 11 12. طب الهيبارين والانتي ثرومبين 3، الهيبارين ينشط انتي ثرومبين 3 اللي بيوقف اربعه فاكتور، بيسعى في الخير، يبقى 9 10 11 12 هنا ورا بعض بقى، مش 2 قبل 10 و2 بعد 10 زي السبيسيفيك دول، 2 قبل 10 2 ده 9 10 11 12. هم من خبره والعبد الله له خبره في التدريس لا تضاهى، ادي لو الصفحه دي وضحت مفيش حاجه هتتدخل في الكواجيليشن. ست مجموعات، ثلاثه الفاكتورز مقسمين الفاكتورز في ثلاث مجموعات وثلاثة ثلاث مجموعات تانيين، سبيسيفيك فاكتور فور انترنسك، سبيسيفيك فاكتور فور اكسترنسك، والهيبر في من اصعب اللوحات. اسماء الفاكتور، احنا قلنا كل واحد زي لعيب كرة القدم له اسم وله رقم، نقولها في عجالة يعني انا بستسخف لما زميل فاضل يجيب اسماء واحدة واحنا حفيظة كتاب، انما يعني انا عملته لك بطريقة سهلة شوية. اول فاكتور حسب ما حكينا النظريه الفايبرينجن، ان الجلطه عباره عن فايبرين، فالبروتين اللي بيكون الفايبرين واحد، مين حول فايبرينجن لفايبرين اللي بعده اللي هو عشان كده ادوا له فاكتور 2 اللي هو البروثرومبين. طيب فين فاكتور 3 اللي هو التيشو ثرومبوبلاست اللي هو يعادله لو في الانترنسك يعادله بليتليت فاكتور 3، يعني الليبيد بيجي هنا بقى من البليتليت فاكتور 3 من الفوسفوليبيد ميمبرين بتاع البليتليت. مين الايون المهم للتجلط؟ الايونايز كالسيوم، ده فاكتور 4. طيب خد بالك، احنا قلنا اللي مش في السيرم مش ستيبل، فاكر اللي هو كان اول فايبرينجن 5 8 13، فخمسه ده لانه لقوه مش ستيبل ان ستورج اللي هو تبع الفايبرينجن جروب سموه لابايل فاكتور، لابايل يعني ما بيقعدش تحرك. بينما سبعه بتاع البروثرومين جروب، فاكر بروثرومبين 7 9 10 اول واحد فيه 7 ده ستيبل، ده مش في السيرم وبالتالي ستيبل ان ستورج. ده منين جت الاسماء؟ طيب دول بتوع الهيموفيليا 8 9 11، قلنا 12 ملوش دعوه بالهيموفيليا، مفيش هيموفيليا ليها علاقه ب 12، اللي هو ده هيموفيليا A هيموفيليا B هيموفيليا C.
هيموفيليا ايه ده اكتر نوع من الهيموفيليا 8، لدرجة قالوا ان فاكتور 8 ده اللي عنده 8 زمان افتكروا خطأ ان مفيش غير نوع واحد من الهيموفيليا، يبقى اللي عنده 8 ما عندوش هيموفيليا، فسموه انتي هيموفيليا جلوبلين. ليه جلوبلين؟ لان كل الكواجليشن فاكتور بيتا جلوبلين، واللي عنده 8 ما كانوش يعرفوا غير 8، يبقى مش هيجي له هيموفيليا، فسموه انتي هيموفيليا جلوبلين. لحد ما اكتشفوا واد اسمه كريسماس، وهي احنا في مناسبة الكريسماس، ادوله 8 ما خفش الهيموفيليا. يا اسمك ايه؟ قال اسمي كريسماس. فكان دي قصة اكتشاف كريسماس فاكتور، مش في مناسبة الكريسماس، الولد اسمه كريسماس، احنا عندنا واد اسمه عيد، هم عندهم واد اسمه كريسماس، غير ان في مناسبة اسمها كريسماس، عشان العبط ما بحبوش، ما عرفش ترمينولوجي ما ينطقش ما يتكلمش، يسيب اللي عارف يتكلم. مش مناسبة الكريسماس، الولد اسمه كريسماس فاكتور، اللي هو فاكتور بيبقى فاكتور 9. طبعا خلاص بقى فاكتور 11، يعني لو يلدغ المؤمن جحر مرتين اكتشفوا ممكن يبقى فيه هيموفيليا لسبب تاني، اكتشفوا فيه هيموفيليا لسبب تالت اللي هو 11 فاكتور في البلازما، ما هو تبع الانترنسك يبقى في البلازما مش من التيشو، مهم لعمل الجلطة، فيسموه ايه؟ بلازما ثرومبوبلاستين، يعني بيخلق الجلطة، انتيسيدنت يعني مخلق برضه، بلازما ثرومبوبلاستين انتيسيدنت. اللي ما يعرفوش الزملاء ويعرفوه مني، ده اندر انواع الهيموفيليا اللي هو 11، ده يصيب ميل وفي ميلز، لان الهيموفيليا في الاغلب الانواع المشهوره بتاعت A و B اللي هو 8 و9 يصيبوا الميل اساسا، الفيميل كارير، ما عدا هيموفيليا سي 11 ما يعرفوش دي، يعرفوها الزملاء، يصيب ميل وفي ميل. وعلى فكره وموجود في اليهود فقط، ونسبته واحد لكل 100,000 خلاص، انما الهيموفيليا العاديه نسبته 1 لكل 4000. المعلومات دي مش ليكم، للزملاء. A و B 1 ل 4000، C 1 لكل 100,000، وفي اليهود، وده النوع الوحيد من الهيموفيليا اللي يجي ميل وفي ميل. ما تقول لهمش الكلام ده، لو ما سمعونيش مش هيعرفوه. انا عارف في معظم الناس الاصغر سنا خلينا نقولها بتهزوا بيسمعوني، ودي ما تضايقنيش، انا عاوز المعلومات اللي عندي تروح لكل الناس، وده الغرض من هذه المحاضرات، ان العلم ينتفع به، مش علم احبسه انا. فاكتور 10 اسمه ستيوارت بروار فاكتور، فاكتور 12 ومش دعوه بالهيموفيليا تبع الانترنسك، بس اسمه هيجمان فاكتور، هنتكلم عليه في السيركوليشن باذن الله، او كونتاكت فاكتور، فاهم ليه كونتاكت؟ لانه بيحب الكونتاكت، او بلاس فاكتور اللي بيتنشط في التستيوب. فاكتور 13 انت عارف من القصه، ده اللي ده الراجل الفقر اللي بيكون الجلطه والفايبرين ضعيف بيتفكك، فده اللي بيقوي الفايبرين، فايبرين ستابيلايزنج فاكتور. دي اسهل طريقه لتذكر الاسماء. هل لو انا بحط امتحان ام اس كيو هنا بيجيبوا الاسماء؟ لا طبعا، ما فيش كلام زي كده، هنا مش كتاتيب، مش بنشوف مخضره الحبس، شوف الفهم، انما يعني مش هنسيب روحنا هنا وهنا فقط تصنع الاوائل. واقول لك اقولها لك تاني اهو، هذه المراجعه الام اس كيو لا مثيل لها، افهموها باي مغزى غير مع العبد الله، واحد في دماغه الاسئله كلها، قضى عمره كله في في الفيسيولوجي. طيب برضه دي يعني انا عارف مش عارفها معظم الزملاء، اسمعوني الزملاء، مين اشهر سبب لعدم التجلط اللي ما يعرفوش هم؟ لا الهيموفيليا ولا نقص فيتامين كي، نقص الفون فيلبراند فاكتور، خلاص، اللي هو اكتشف في سنه 1924. ده جلايكوبروتين انفولفد في الهيموستاسيس، هو حته من فاكتور 8. مين اللي بيطلعه؟ فاكر ده كان بيلزق مين في مين يا اولاد؟ كان بيلزق البليتلتس في الادهيجن في البلاد فيسلز. فشوف عشان اللزقه تبقى حلوه ربنا خلاها يتعمل في البليتلتس، زي ما تجيب سمغ كده تحطه على السطحين وتروح لازقهم في بعض. بليتلتس تلزق في الفيسل، فهو بيتعمل في البليتلتس وفي الاندوثيليوم والصاب اندوثيليال تيشو. ايه الفانكشن؟ ليه اعتبروه جزء من فاكتور 8؟ انه لما يبايند فاكتور 8، فاكتور 8 هيتنشط، يعني فاكتور 8 الاساسي اللي طالع من الليفر ما يتنشطش غير بالفون فيلبراند، فاعتبروه حته من فاكتور 8، سموه انتيجين ريليتد تو فاكتور 8. فاكتور 8 اللي بيتعمل في الليفر زي بقيه الكواجليشن فاكتور يسموه فاكتور 8 كواجليشن فاكتور، لكن محتاج هذا الفون فيلبراند. وتاني حاجه لسه قايلينها، ما هو بيلزق البليتلتس في الاندوثيليوم، يبقى مهم للبليتلتس ادهيجن اللي هي اول حاجه في الرياكشنز. طيب
ما لا يعلمه الزملاء، المعلومات للزملاء، ان الفونفلي براند ديزيز ده ليه بقوله بالرغم ان انا عارف ما بيتكلموش عليه، لان ده الموست كومون. لو جيتوا تعملوا معدات هنا تسقطوا لو ما قلتوهوش. ده الموست كومون بليدنج ديس اوردرز في العالم، 1% من الناس موستلي هيريديتري، يعني بيبقى الواحد مولود ما عندوش الفاكتور ده، ناقص، ريرلي اكوايرد. الحمد لله انه مايلد يا اولاد، بيعمل بليدنج اساسا في الجلد والميوكس ميمبرين بتاع الجي اي تي والكلام ده، ويعمل منوراجيا، فمايلد فور موست كومن، لكن رحمه ربنا انه مايلد. طيب تعالى بقى نفرق ما بين الهيموفيليا والفون براند. الهيموفيليا A و B بيبقوا في الميل بس، لانه قلت انه هيموفيليا C ميل وفي ميل، وفي الجيوش ونسبته 1 على 100,000، كل ده للزملاء. فكرة الهيموفيليا ما يجيش غير في الولاد، ده في A و B بس، لانه X لينكد وريسيسف، X لينكد، اسف، X لينكد مش ريسيسف، فالريسيسف اسف، اكس لينكد ريسيسف، فالفيميل عندها لما يبوظ عندها اكس، الاكس الثاني يغطيه، انما الميل عنده اكس واحده، فبرغم انه ريسيسف لانه فقر الواي ما يغطوش، فيبقى ده اكس لينكد ريسيسف، انما ده دوميننت، ده اوتوزومال مش سكس لينكد ودوميننت، عشان كده نسبته اعلى، قلنا 1%، انما دول 1 ل 4000. ده مايلد لان البليدنج اساسا في السكين ميوكس ممبرين، انما ده سيريس لهيموفيليا، لانه البليدنج بيحصل في الماسلز في الجوينتس، تبقى عارف هذا الكلام كويس. هيموفيليا سي قلت ده الوحيد اللي بيجي ميل وفي ميل وفي جيوش ونسبته 1 ل 100,000. يبقى انا حتى عاوز ابقى اكتب دي اكس لينكد، هكتبها دلوقتي حالا، و ريسيسيف. انا عارف المعلومات دي، يعني انا مش بقولها عشان خاطر يعني ازود، لا يا اولاد، لانها مهمه. يعني هتقولوا لي طب دكتور ناجي بيقولها ليه؟ اهي الارقام لا تكذب يا اولاد. لما ازاي اهم ذا موست كومون بليدنج ديس اوردر في العالم اللي هو 1% ما نتكلمش عليه، اللي هو الفونفلي براند فاكتور وديزيز، ازاي يعني؟ فاهم واني؟ وعامل لك جدول اهو، بس مش هعيده كتير عشان خاطر ما يعني ما نطولش. انما انا عاوز اقول لك حاجه، سؤال هنا مهم جدا، ان احنا اعتدنا ان لما الكواجيليشن تايم تبقى طويله البليدنج تايم بيبقى نورمال، زي ما هنشوف البليدنج تايم طويل يبقى الكواجيليشن تايم نورمال. مين العيان اللي عنده البليدنج والكواجيليشن تايم الاثنين طوال؟ الفونفل براند ديزيز. فاهم ليه؟ لان هو مهم الفاكتور 8 بتاع التجلط، وعليه لو مش موجود يبقى الكواجيليشن تايم هتقطع، ومهم للبليتلت رياكشن، والبليتلت دي هي المسؤوله عن البليدنج تايم. يبقى المرض الوحيد اللي فيه الكواجيليشن والبليدنج تايم بنحفظها لهم هنا برونجت، اللي هو الفونفل براند ديزيز، لانه مهم للاثنين، لفاكتور 8 الكواجيليشن والبليتلتس اللي هو ايقاف النزيف بدون جلطه، وده اكتر مرض 1%. لكن ثانك جاد، شوف رحمه ربنا يا اولاد، الله رحمن رحيم، انه لانه 1% فهو مايلد فور، انما لما اجي في الهيموفيليا الاقي 1 ل 4000، بس سيريس، لان البليدنج بيحصل في المصل والجوينتس مش في السكين ميكس ممبر، تمام. وقلت هيموفيليا سي للزملاء الاصغر سنا عشان ما حدش يزعل، سي ده بيجي ميل وفي ميل، ده غير اي وبي خالص، ونسبته قليله جدا 1 ل 100,000، وهو في الجيوش بيبل. ده اللي بنقوله هنا يا اولاد عشان ابقى علمتكم على مستوى كويس. انا بقى اعني بالمحاضرات دي ان احنا نعمل اطباء كويسين، وفوق البيعه نبقى الاوائل في الامتحانات، دي اللي فوق البيعه. طيب نيجي اللي بعدها، الانترنسك والاكسترنسك باث واي، اظن قلناهم. ده فاكتور 7، ده قلنا 2 قبل 10 8 9 و2 بعد 10 11 12. طبعا ده ادام فاكتور 1 يبقى الانست سريع بعد 15 ثانيه، ولكنه ليس افيشنت، انما ده سلولي بات شورلي 1 ل 6 دقائق ومور افيشنت. خد بالك برغم ان ده اسمه انترنسك، لكن بيحدث انسايد ذا بادي، اللي بينشط الكونتاكت فاكتور هو الكولاجين اللي هو 11 و12، وبره الجسم ينشطهم الازاز النيجاتيف تشارجز بتاعت السطح المبلول بتاع انبوبه الاختبار، اهي اكتيفيتد بالكولاجين واكتيفيتد بالجلاس، زائد انه اكتيفيتد هناخدها في السيركوليشن يا اولاد بحاجه اسمها هاي موليكولار ويت كاينينوجين وكالكرين، انا بنقولها في اوانيها، انما ده اكتيفيتد بحاجه من بره اللي هو التيشو ثرومبوبلاستين. طيب كفايه على دي كده.
نيجي بقى عندي شوية تطبيقات على الهيموستيزيس. أول تطبيق، ثلاث تطبيقات، يعني بعد ما قلنا الثلاث عمليات عندنا التطبيق الأول هو الأنتي كلوتينج ميكانيزم، صناعة الخالق. يعني قلنا واحد في كل ثلاثة في عالمنا هذا بيموت من جلطة خطأ. عشان يتأخر هذا الحدث فربنا عامل حاجات تحافظ على الفلويديتي اوف بلاد، على سيولة الدم، اسمها انتي كلوتينج ميكانيزم. سؤال مهم جدا، ثلاثة جنرال وثلاثة سبيسيفيك. ناخد الثلاثة جنرال ليميتنج فاكتور، كل مرة نقول واحد تسبح في حمد الله بسبب الفاكتور دي، دي اللي بتأخر أهم سبب للموت. إن يا أولاد البلاد فيسل لاين بسموث اندوثيليوم، طول ما في سموث اندوثيليوم مخبية وراها المصيبة اللي هي الكولاجين فايبر، يبقى البليتلتس مش هتتنشط، لأن البليتلتس ما بتلزقش غير في الكولاجين، يبقى نوع اكتيفيشن اوف بليتلتس في الجلس في السموث اندوثيليوم. الريسبتور بتاعتها بتاعت الجلايكوبروتين كوب ما بتلزقش في دي. وقلنا اول حاجه في الانترنسك باثوي اللي هي فاكتور 12 و11 بتوع الانترنسك بيتنشطوا بالكولاجين مش بالسموث. وعليه بقول لكم يا اولاد حافظوا على السموث اندوثيليوم، على هذه النعمه، ما تاكلوش دهون كثيره فتعملوا تصلب شرايين فتبوظوا السموث اندوثيليوم. تاني حاجه، شوف الروعه ان ربنا خلى الليفر اللي هو بيعمل كل الكواجليشن فاكتور، اللي هو قلنا ان هم بيتا جلوبولينز وبروتوليتيك انزيمز، لو فاكتور رجع له تاني لقاه اكتيفيتد يعمل له ان اكتيفيشن. يعني اللي بيعملهم بيعمل لهم ان اكتيفيشن، خلاص. عشان كده لما بيحصل سلوينج اوف بلاد، واحد يقعد في الطياره مثلا كذا ساعه السيركيليشن بقى بطيئه مش راضي يقوم يتمشى في الطياره، يبقى الاكتيف كلوتينج فاكتور مش هيلحق يروح الليفر تو بي ان اكتيفيتد، هيعمل جلطه اللي هو جلطه في الرجل وما شابه. يبقى الحركه بركه يا اولاد، يبقى ما تاكلش فات نمره واحد والحركه بركه، حتى لو عامل عمليه، حتى لو سبت والده بعد ساعات لازم تقوم تتمشى، عشان اي اكتيف كلوتينج فاكتور غلط خصوصا مع العمليه وفي جروح وفي حاجات زي كده يلحق يروح الليفر تو بي ان اكتيفيتد. ثالث حاجه يا اولاد الهيبارين، اللي قلنا بيشتغل ازاي اهي هنجلها في اللي بعدها في السبيسيفيك. هتبتدي بالهيبارين، كان بينشط الهيبارين عبد السلام النابلسي، ما بيمنعش التجلط، بينشط اللي بيمنع التجلط اللي هو الانتي ثرومبين 3. اللي بيعمل ايه الانتي ثرومبين 3 ده؟ بيبوظ اربعه فاكتورز، مش قلنا ان الفاكتور دي بروتوليتيك انزيمز، فبيبوظ السيرين بروتيزيس اهي، بيخلي الانزيم ما يشتغلش فما يحصلش غلط، اللي هم قلنا بيسعى في الخير، فاكرهم؟ اربعه ورا بعض وتبتدي بتسعه، 9 10 11 12 وفاسيلتيت باي هيبرين، ادي اول واحده. فاضل اتنين في السبيسيفيك، واحده قلناها اللي هو الماده اللي مع الهيموستيزيس اللي هي الثرومبوكسان اي 2 اللي هي البروستاجلاند اللي بتطلع من البليتلتس اللي هي الخليه اللي تعنيها الهيموستيزيس، وربنا عامل طرف الميزان الثاني بروستاجلاند اخر اسمه بروستاسايكلين طالع من خليه تمثل الفيسل السليم اللي هو الاندوثيليوم وتعمل العكس تماما، فازو دايلتيشن وتمنع البليتلتس اجريجيشن عن طريق انها تزود السايكليك ام بي، فالسايكل ام بي يطفش البليتلتس يمنع الاجريجيشن البليتلتس، فالموكسان اي 2 بينقص سايكل ام بي فالبليتلتس تتجمع يحصل فازو كونستكشن. تكتب الكلام ده. ثم نيجي بقى الفايبرينوليتيك سيستم. طب افرض بعد ده كله حصل جلطه، ما تخافش، ربنا زي ما عمل انزيم يعمل الجلطه اللي هو الثرومبين، عمل انزيم يحطم الجلطه هو البلازمين، موجود في البلازما فيسموه بلازمين حسب الموقع. طب وحسب الوظيفه يسموه فايبرينولايسين، بيعمل لايسز للفايبرين. كسر انهي جروب؟ مين الجروب اللي بيعمل الجلطه؟ الفايبرينجن جروب، فبيكسر الفايبرينجن وخمسه زائد ثمانيه بس ما بيكسرش 13، اقول لك ليه بعد شويه. اللي بيعمل الجلطه يضحضحه، كسر الفايبرين واللي يتشدد له الفايبرينجن وخمسه وثمانيه بس 13 لا. اسمه بلازمين في البلازما. زي ما الثرومبين كان عنده مجلي الشورى نشطه، ده عنده حد ينشطه اسمه تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، يعني برضه ربنا حطه في صوره غير نشطه اسمها بلازمينوجين، عشان يتنشط محتاج تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، حوله لبلازمين. بس التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور ده تي بي اي، تبقى حافظ الكلمه دي، الاختصار ده صم في العالم، تي بي اي عنده انهيبيتور،
يبقى نبتدي القصه من فوق بقى. عاوزين نشيل الانهيبيتور عشان التي بي اي يشتغل ينشط بلازمينجيو بلازمين يحطم الفايبرينجين جروب اللي بتعمل الجلطه. الروعه يا اولاد. مين الخليه اللي مش عاوزه تجلط؟ الاندوثيليوم. فالاندوثيليوم عملت حاجه لطيفه قوي اللي ما بتحبش تجلط، لان التجلط ده بيمنع سرطان الدم في الفيسل السليم. اطلقت حاجه تحور الثرومبين اسمها ثرومبوموديلين. تحول الثرومبين اللي هي الماده الاساسيه اللي بتعمل جلطه بتحول فايبرينجين لفايبرين الى كومبلكس يمنع التجلط. يعني ثرومبين زائد يعني محور الثرومبين اللي هو ثرومبوموديلين هيعمل ثرومبين ثرومبوموديلين كومبلكس. وعندي تامل هنا قلته 100 مره وهقوله. هنا الاندوثيليوم ضربت عصفورين بحجر واحد. اولا عملت كومبلكس يساح الجلطه. عملته منين دي؟ اللي ماده للتامل، من الماده اللي بتعمل التجلط وهي الثرومبين. يبقى خدت الماده اللي بتعمل التجلط اللي هي الثرومبين حولتها الماده تمنع التجلط. يبقى العصفورين الثرومب اللي بيعمل التجلط مش موجود، مفيش ماده تعمل تجلط، خلاص حولت الثرومب بتاع التجلط لحاجه تانية. يبقى دي اول عصفور حولته لايه؟ لحاجه التانية، لحاجه تسيح الجلطه اللي هو التيشو ثرومبوبلاستين كومبلكس. في تامل خاص بعبد الله. هذا الكومبلكس يا اولاد عشان بحرف السي كومبلكس ينشط بروتين اسمه بروتين سي، تبقى فاهم ليه سموه سي؟ عشان بيتنشط بالكومبلكس مع بروتين تاني كو فاكتور اسمه اس، حتى لطيفه سي مع اس رقمين قريبين من بعض او حرفين. ده يعمل ايه بقى؟ يشيل الانهيبيتور بتاع التي بي اي. فالتي بي اي يحول البلازمينج بلازمين يحطم الفايبرينجين جروب، وفي نفس الوقت ان اكتيفيت 5 و8. طب واحد يقول لي فين 13؟ فكر معايا، 13 ده بيقوي خيوط الجلطه بعد ان تتكون فايبرين ستابلايز. طب احنا من الاول من الاول من الاول سيحنا الجلطه، يبقى نيجي جنب 13 ليه؟ هو 13 عنده فرصه يشتغل، ده احنا سيحنا الفايبرين واللي يتشدد للفايبرين فايبرينجين. و5 و8 عملنا لهم ان اكتيفيشن، عشان كده ما بيقربش على 13 يا اولاد. خلاص؟ طيب هذا من نعم الله التي لا تحصى اللي هو التي بي اي ده. تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور ده من نعم الله التي لا تحصى. يعني طول ما في تي بي اي هينشط بلازمينوجين بلازمين يساح الجلطة. فيش تي بي اي هيحصل جلطة. عشان كده لو واحد حصل له جلطة مر عليها اقل من 6 ساعات ندي له حقن التي بي اي بالاف الدولارات تسيح الجلطه. نعم من نعم الله اللي انت بتاخدها كل يوم ببلاش. ده لوحده بيجي سؤال يا اولاد. يبقى اللي بيعمل الجلطه والثرومبين اللي يسيح الجلطه اسمه بلازمين، زي ما الثرومبين موجود في صوره سابقه عشان ما يعملش جلطه عمال على بطال بروثرومبين، البلازمين موجود في صوره سابقه عشان ما يسيحش الجلطه عمال على بطال اسمها بلازمينوجين. مين يحول البلازمينوجين لبلازمين؟ تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، بس عيبه ان عنده انهيبيتور. يبقى لازم يشيل انهيبيتور. الروعه بقى، مين الخليه المعنيه اللي فاهم عمره ما ينسى؟ مين الخليه اللي مش عاوزه هيموستاسيس؟ النورمال فيسل ويمثله الاندوثيليوم. فالاندوثيليوم تطلق محور للثرومبين ثرومبوموديلين، يحور الثرومبين الى ثرومبين ثرومبوموديلين كومبلكس. يبقى خلص من الثرومب اللي بيعمل جلطه وعمل حاجه هتشيل الجلطه، عصفورين بحجر واحد. الكومبلكس ينشط بروتين سي، ما هو كومبلكس بالسي ينشط سي معاه بروتين اس يشيله الانهيبيتور، فيتحول التي بي اي يحول البلازمينج بلازمين يساح الجلطه وين اكتيفيت 5 و8. طب فين 13؟ هو 13 اشتغل اساسا، هو حصل فايبرين وعمل له ستابلايزيشن، عشان كده ما بيقربش على 13. لو عندك جلطه هنديك التي بي اي. طيب نيجي ناخد التطبيق الثاني، انتي كواجلنتس، صناعه المخلوق. الانتي كواجلنتس اللي احنا بنعملها من نوعان، في نوع بيشتغل ان فيترو يعني خارج الجسم، ونوع يشتغل ان فيفو داخل الجسم. في ان فيفو يعني ان ليفينج اورجانيزم، انما فيترو يعني ازاز ان جلاس، ده معنى الكلمه. انما هناخدها مجازا، دي بره الجسم وجوه الجسم، بس الزملاء الاصغر سنا يبقوا فاهمين المعنى.
in vitro يعني في الإزازة يعني في أنبوبة إزاز أو في إزازة يبقى outside the body، إنما in vivo يعني في حاجة حية inside the body. طيب السؤال اللطيف دلوقتي، وإحنا بنمنع الجلطات خارج الجسم ليه؟ في احتمالين برضو عشان تبقى فاهم مش حافظ، في معامل التحاليل الطبية مش عاوزين العينة تتجلط عشان نعرف نحللها، أو في بنك الدم مش عاوزين الدونرز بلاد يتجلط. ففي ثلاث طرق. مين الأيون المهم للتجلط؟ أيونايز كالسيوم، ما بقولش كالسيوم، أيونايز. ومين الفيتامين بالمرة؟ فيتامين كي اللي مهم لعمل البروثرومبين جروب. فإما أرسب الكالسيوم بالأوكزاليت أو أحط ستريت ما يرسبوش بس يخليه في صورة كالسيوم ستريت يعني غير متعين، يبقى فقد شعره زي شمشون قوته في شعره الكالسيوم قوته في التشارجز، يسموا دول مع بعض كيليتينج ايجنتس. طب أيهما سؤال في الام اس كيو بيستخدم في البلاد ترانسفيوجن؟ طبعا اللي بيخلي الكالسيوم دايب بس مش متعين، مش اللي بيرسبه في صورة باودر، لان الواحد تقف نفسه تقرف ان ياخد بلاد في باودر في بودره تحت يترسب الاوكسجين بيرسب الكالسيوم، مش عاوزين كده. انت ما تقدرش تشرب ازازه صودا فيها بودره، يبقى تاخد دم في باودر تحت، مش كده بيستخدموا الستريت في البلاد ترانسفيوجن. تاني طريقه هيبارين، يعني هيبارين ده ناتشرال انتيكو اجن من صناعه الخالق سبحان الله ومن صناعة المخلوق أنتيكو أجلان إحنا بنعمله. في أي سؤال هيبارين ده صح، ناتشو أنتيكو أجلان صح، بيستخدم إن فيفو أهو إن فيترو صح، إن فيفو برضو صح، هيبارين ده في كل حتة في كل مكان. تالت طريقة إنك أنت تمنع الكونتاك ما بين فاكتور 11 و 12 والإزاز، يبقى بطل أنبوبة الإزاز بسيليكون أو بواكس بشمع، في الحالة دي مش هيحصل اكتيفيشن للكونتاكت جروب. دي التالت طرق MSQ. طيب in vivo اللي هي inside the body في دوائين مهمين جدا، الهيبرين والدايكيومارول او كيومارين ديريفاتيف او وارفارين دراج يسموه، كل ده صح، دايكيومارول كيومارين ديريفاتيف وارفارين ده كله صح. هعمل جدول ما بينهم من سبع نقط، كل نقطة تيجي في MSQ. هيبرين ده قلنا ربنا احنا حكينا الخالق ربنا عمله لنا في البيزوفيليك سيلز في البلد والماست سيلز في التيشو، واللي يعادل البيزوفيليك سيلز في البلد هي الماست سيلز. الميكانيزم قلنا بيشتغل ازاي، هو مساعد البطل عبد السلام النابلسي بينشط الانتي ثرومبين 3، والانتي ثرومبين 3 بيسعى في الخير بيوقف 9 10 11 12، وبيشتغل لما بيوقف الفاكتور دي يوقفهم جوه الجسم وبره الجسم ان فيترو ان فيفو. وقلنا لما يجي لك ان فيترو صح، ان فيفو صح، ناتشورال انتيكو اجلانت عامله ربنا صح، كل حاجه صح. انما الدايكيومارول ده احنا اسخدناه من نبات، بيشتغل ازاي؟ بيكمبيت ويز فيتامين كي في نفس التركيبه بتاعت فيتامين كي، معلكوش اسمها نفثو كينولين، يعني هي اسمها نفثو كينولين، يعني حتى بقولها العربي على الانجليزي في نفس النفثو كينولين رينج. فالانزيم بتاعت الليفر تفتكره فيتامين كي تاخده هو مش فيتامين كي، يبقى باظت الانزيم اللي بتعمل بروثرومبين جروب، يبقى مفيش بروثرومبين جروب، مفيش بروثرومبين 7 9 10. السايت بيشتغل في الليفر بيكمبيت مع فيتامين كي في الليفر، يبقى لازم يبقى في ليفر، يبقى لازم في شخص حي ان فيفو بس. ادي اول ثلاث نقط. طب التلاتة اللي بعديهم بيشرحوا المزايا والعيوب. ما ميزة الهيبارين؟ انه رابد، اول ما تاخد الحقنة مش هتتجلط، بس عيبه انه حقنة اي في يعني انترافينس او اي ام انتراماسكور، وعيبه انه شورت دوريشن، يبقى هتاخد حقن كتير، بيشتغل 6 ساعات في كل 6 ساعات يبقى عايز لك 4 حقن لثلاث حقن 6 ل 8 ساعات، يبقى تاخد 3 ل 4 حقن في اليوم، يبقى مستو انه سريع وعيبه انه شورت دوريشن منتخب الحق. ايه عكس يبقى ده الدايكيومارول سلو بطيء، ده عيبه بس بيتاخد بالفم اورالي ويقعد لونج دوريشن حبوب ومدى طويل. طب النقطه السابعه دي متفرده اللي هي الانتيدوت يا اولاد، الادويه دي لازم تتاخد في الهوسبيتال في البدايه على الاقل،
لانها ممكن تقلبك يعني تمنع التجلط لدرجه تموت من نزيف داخلي. فلازم لما تمسك قنبله تبقى عارف كيف تدي اكتيفيت، ازاي توقفها تبطلها. من يبطل الدايكيمرول؟ الدايكيمرول بيكمبيت مع فيتامين كي بمنطق الكسره تغلب الشجاعه، يبقى فيتامين كي لما تديه بكسره هيرمي الدايكيمرول بره وهو يشغل انزيم. اما الهيبارين ببروتامين سلفيت، دواء اسمه بروتامين سلفيت، وفي الحالتين ممكن تستعيد او تستعود الحاجات اللي نقصت بانك تدي فريش نورمال بلاد ترانسفيوجن. شوف واحد نورمال عنده ال 12 فاكتور تاخد منه بلاد وفريش. ليه فريش؟ ما انت فاهم، عشان في فاكتور ستيبل وفاكتورز لاباي مش ستيبل. يبقى اهم كلمه هنا فريش بلاد ترانسفيوجن من واحد نورمال. يعني ايه انتيدوت؟ انتيدوت يعني عقار يوقف عقار. كل نقطه في السبعه دول سؤال ام اس كيو. قسمناهم ازاي؟ ثلاثه مقدما اوريجين والميكانيزم بيشتغل فين السايت، وثلاثه العيوب والمزايا الاونست والديوريشن وطريقه الاخذ، واهم حاجه ايقاف القنبله. عقار يوقف عقار نسميه انتيدوت. طيب على فكرة احنا غالبا هنخلص المستيس بس ونرجئ للغد بإذن الله ما تبقى، عشان ما نتقلش عليكم، كفاية عليكم كده ولسه في شوية وقت. نيجي disorders of hemostasis، أمراض الهيموستيس. يبقى دي عندنا بقى هتبقى اللوحة ما قبل الأخيرة. disorders of hemostasis، أمراض الهيموستيس هتاخد ثلاث أشكال. واحد بيتعور وما بيعملش هيموستيزيس يبقى اكسسيف بليدنج. احنا قلنا لازم يتلازم الاصابه مع الهيموستيزيس، يبقى في اصابه بدون هيموستيزيس يبقى اكسسيف بليدنج سيول الدم، او جلطه بدون اصابه يبقى اكسسيف كلوت فورميشن. طب ده حاجه متوقعه، انت قلت لنا الاصابه لازم تتلازم مع الهيموستيزيس، فهنا اصابه بدون هيموستيزيس يبقى اكسسيف بليدنج، جلطة بدون إصابة يبقى excessive clot. إنما المفاجأة إن في مريض عنده excessive bleeding and clotting، الاثنين نزيف وجلطات، هنشوفها إزاي. طيب بص معايا، أمراض سيولة الدم نوعان. طالب زكي قال لي أنت قلت لنا إن الجروح الصغيرة زي البين بريك غير الجروح الكبيرة. البين بريك بنعتمد على البليتلتس بس، مفيش جلطة خلاص في البين بريك، انما الجروح الكبيره بنعتمد بالاضافه على البليتلتس على التجلط. فعشان كده عندي نوعين من الامراض في سيوله الدم، الطالب فاهم قوي. كواجيليشن ديفكت يعني عنده جروح كبيره ما بيعرفش يعمل كواجيليشن، او بليتلت ديفكت يعني في الجروح الصغيره ما بيعرفش يوقف النزيف بدون جلطه. الطالب بيفكر تدي البليتلت ديفكت، شخص ما تشكه بدبوس ما فيش فازو كونستيكشن بليتلت بلاج. طب يبقى ده المرض ده يسموه ايه؟ يسموه بيربر. طب العام بيبقى شكله ايه؟ منقط بتيكي خلاص. واللي هيبقى طويل عنده بس ما عندوش ديفكت في الكواجيليشن فاكتورز، يبقى كواجيليشن زي الفل، يبقى الطويل عنده بس البليدنج تايم. حفظتها الاجيال بطريقه لطيفه قوي كلها بحرف البي او البي مجازا، لان احنا ما عندناش في عربياتنا بي وبي. يبقى في البيربورا العام بيبقى عنده بيتيكي نقط صغيره، الديفكت في البليتلتس بحرف البي، وبعدين لطويل بليدنج تايم بحرف البي. هنا فاضل نقطتين بس عاوز اقولها في عجاله او ترجع للمحاضرات. هو ليه سموها بيربورا؟ لانه تخيل انت طول النهار احنا بنخبط كده فيحصل الكابيلاري تفرقع، يطلع نقطة دم حمراء تحت الجلد، لو مفيش بليتلتس تعمل بلاج ولا كونستكشن، يتاخد منها الاوكشن تبقى لونها ازرق، احمر مزرق، تبقى بيربل بنفسجي، بيربل ان كلر. عشان كده سموا المرض بيربل، ولانها جروح صغيرة فبتبقى نقط دم تحت الجلد. بيربل بتيكي. الديفكت فين؟ في البليتلتس بحرف البي. اللي طويل بيدنج تايم. الطلبه بيقولوا لي بنسمعك في الامتحان، بيربرا بحرف البي، بيتيكي بحرف البي، الديفكت في البليتلتس بحرف البي، اللي طويل بيدنج تايم بس كواجليشن تايم نورمال.
خلاص. طب في كم نوع؟ يا كم يا كيف؟ لو البليتلتس ناقصه كما يسموا ده ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، يعني العيب ان عدد البليتلتس ناقص. هنا بقى في سؤال مش كتير مهم جدا، لازم يبقى ناقص عن كام؟ احنا قلنا هما من 150 ل 450 الف. ما يحصلش المرض الا لو نقص عن 50 الف، يعني عندك ريزيرف رهيب. ده مهم جدا في الام اس كيو، لازم يبقى تحت 50 الف في كل كيوبيك مليمتر. طيب والبليدنج تايم برولونجد بس كواجيشن تايم نورمال. طب النوع اللي هو عنده البليتلت عددها كويس بس ضعيفه، سموها ثرومبو اثينيك بيربرا، وعلمتك كلمه ثنين اله القوه، فاثينيك يعني ضعف، ضعف في البليتلتس. هنا العين هتشخصه ازاي؟ هتلاقي البليتلتس كاونت نورمال بس حطها في مختبر، اعمل بيم بريك شك الدبوس ونشف الدم اللي طالع بالنشافه من غير ما تلمس الجلد، تلاقي الكلوتينج البليدنج ما بيوقفش بعد 3 دقائق، يبقى معناها البليتلتس عددها كويس بس مش شغال، بليدنج تايم برونجد. طيب انتقل للناحيه الثانيه، كواجليشن ديفكت. مفروض عندنا الفونفل براند اشهر مرض قلناه بس ما بيدرسوهوش، ما اعرفش ليه في البلاد العربيه. ففاضل فيتامين كي والهيموفيليا. فيتامين الهيموفيليا مرض رير، نادر خلاص. موستلي هو قلنا نادر، هو اكس لينكد وريسيسيف، ده بالنسبه للاي وبي، الاي والبي اكس لينكد وريسيسيف. الفيميل حظها حلو عندها 2 اكس، حتى لو اكس بايظه الثانيه تغطيها يبقى تبقى حامل المرض بس، انما الميل فقر فقر طول عمره فقر، يعني المرض ريسيسيف ريسيسيف بس ما عندوش غير اكس واحده، فحال لو الاكس بايظه يبقى المرض للناحيه الثانيه فيه واي. عشان كده قلت الهيموفيليا مرض خاص بالميل، اللي هو هيموفيليا اي وبي اللي هم الاشهر، اللي هم 1 ل 4000، الهيموفيليا سي 1 ل 100000، يعني انسى السي دي خلاص. فده خاص بالميل، موستلي الميل، ونادر برضه من 1 ل 4000، وخاص بالانترنسيك باث واي. هيموفيليا اي ناقص 8، هيموفيليا سي ناقص بي ناقص 9، سي اللي هي قلنا بتاعت الجيوش اللي هي 1 ل 100000 اللي هي ميل وفي ميل دي 11 اهي 8، حتى سميناه غير ان هو هيموفيليا انتي هيموفيليك اي، سميناه انتي هيموفيليا جلوبال اللي قلت لك ليه، وبي سموه كريسماس عشان الولد اللي لقوه فيه، وسي سموها بلازما ثرومبوبلاستين انتيسيدنتس. اوعى تنسى انه في الميل بس ده اي وبي، سي لا، سي ميل وفي ميل. حفظتها الاجيال ان الهيموفيليا مرض خاص، خاص بالولاد، خاص بالانترنسيك، يبقى 2 خاص. فيتامين كي العكس، كومون ويجي ولاد وبنات، ويصيب الانترنسيك والاكسترنسيك. حلوه، يبقى ده خاص وده عام، ده ميل بس وانترنسيك، ده ميل وفي ميل وانترنسيك واكسترنسيك. ايه اللي ناقص فيتامين كي؟ احكي لك زي قصه فيتامين بي 12 وانت تعرف اسباب النقص. شوف وراء الخلق خالق يا اولاد. نقص فيتامين بي 12 هيجيب لي انيميا، انما نقص فيتامين كي يجيب لي سيول الدم واموت، مش مرض، هموت. شوف العظمه الالهيه، عشان كده ربنا خلى فيتامين كي لا انا اعتمد عليه في الاكل، انما يتعمل بالبكتيريا النافعه في الانتستين. الفيتامينات نوعان، يا ليبيد سوليبل يا ووتر سوليبل. هي ليبيد سوليبل، يبقى اذا امتص الفات يمتص معاه فيتامين كي، دايب في الفات، ثم يروح في الليفر يشتغل موظف صغير قوي، مش انزيم، كو انزيم مساعد الانزيمات اللي بتعمل بروثرومبين جروب. يبقى من القصه دي استنتج انت اسباب نقص فيتامين كي. خدها واحده واحده بقى، حب النظام ترتيب. مفيش بكتيريا، ستريلتي انتست ليه؟ واحد لسه مولود نيولي بورن، مش كده ما يصحش نطاهر طفل لسه مولود لان ما خدش بكتيريا، ما عملش فيتامين كي، او واحد موت البكتيريا الضاره والنافعه بانه خد انتي بيوتكس مضادات حيوي دي. طيب تاني حاجه، طب اتعمل فيتامين كي بس ما فيش امتصاص للفات، وعليه ما فيش امتصاص لفيتامين كي اللي بيدوب في الفات. طب هو امتصاص الفات محتاج ايه؟ محتاج املاح صفراويه توصل انتستين
عن طريق القنوات الصفراوية. يبقى في انسداد في القنوات الصفراوية، في ستون في القنوات الصفراوية، لا في أملاح صفراوية، وبالتالي ما فيش امتصاص للفات والفات سوليبل فيتامينز. يبقى بيليري داكت اوبستراكشن. ثالث حاجة عبد الحليم حافظ، في فيتامين كي وامتص راح للليفر لقى المصنع واقع، ليفر ديزيزز، وده سبب وفاة الفنان الراحل رحمه الله عبد الحليم حافظ. كان عنده ليفر سيروز بسبب الهرسه، نهشت في جسمه، مفيش مصنع اساسا يشتغل فيه، الموظفين موجودين المصنع متطربه. طيب رابع حاجه احنا اللي عاملينه، احنا قصدين نوقف فيتامين كي عشان نعمل شويه سيوله، عشان عنده جلطه وعاوزين نوقف الميل التجلط، ندي دايكيومارول اللي هو الوارفارين اللي هو الكيومارين ديريفاتيفز عشان نوقف، يعني نعمل كومبيتيشنز فيتامين كي. هذه الاربع اسباب. مين اللي بينقص هنا؟ البروثرومبين جروب، قولهم لي، اللي هو بروثرومبين 7 9 10، قولوا ببطء. بروثرومبين 7 يبقى باظ الاكسترنسك باثوي، مفيش 7. 9 يبقى باظ الانترنسك، عشان كده قلت الديفكت فيتامين كي بيبوظ الانترنسك والاكسترنسك ويصيب الميل والفيميل. تاني مرض بقى اللي هو عيان عنده بالعكس اكسسيف كلوت فورميشن، جلطات زياده. ليه؟ لسببين قلناه، فاكر كنت قلت ايه اللي بيمنع التجلط؟ ما انا عاوز ناس فاهم، ارجعك بالذاكره، ايه الحاجات اللي عاملها ربنا وما يصحش تبوظها عشان تمنع التجلط؟ اهي انه السموث اندوثيليوم بتخبي الكولاجين فايبر، فمش هيحصل اكتيفيشن لا للبليتلتس ولا للكونتاكت جروب 12 و11. باظت السموث اندوثيليوم. واحد عنده تصلب شرايين اثيروسكليروزيس، صلب جلطه من غير اصابه، ده اهم سبب في العالم، وقصه معروفه مكرره، فلان عنده تصلب في شرايين القلب جاله جلطه في القلب، علان عنده تصلب في شرايين المخ جاله جلطه في المخ. يبقى ده اول سبب. طب تاني سبب، الحركه بركه، لو السيركوليشن سريعه اي اكتف كلوتين فاكتور في السيركوليشن هيعدي على الليفر هتعمله ان اكتيفيشن، الليفر اللي بيخلق الكوجيشن فاكتورز يعرف ان يصوبها صلحها، حضرتك ما بتتحركش، وهذا يحدث بعد الاوبريشن وبعد الدليفري او في الطيارات، قاعد 10 ساعات في رحله يعني اوفرسيز ومش عاوز تقوم تمشي ومش عاوز تشرب ميه، فالاكتف كلوتين فاكتور عمل جلطه في سيقانك. يبقى سلو بلاد فلو، اهو هما دول السببين اللي مكتوبين قصاد. يبقى ما نجيبش حاجه من بره، انت فاهم الموضوع، بتجيب سلو بلاد فلو الاهم اثيروسكليروز، سلو بلاد فلو بعد الاوبريشن بعد الدليفري ما بيلحقش الاكتيف يحصل له ان اكتيفيشن، هنا في رف اندوثيليوم، ده الفكر، عشان كده قلت الحركه بركه. طيب ثالث مرض بقى ده اللي غريب قوي يا اولاد، ان في اكسسيف بليدنج اند كواجوليشن، الاثنين مع بعض. طب ازاي دي؟ انا بقولها بطريقه لا تنسى، لا يصح ان يحمل الحي ميتا. ايه الكلام ده؟ يعني ام حامل في بيبي، في جنين بطل يتحرك، لازم تفكر انه مات، تروح لطبيب امراض النساء تستشيره، انما الست دي ولا هي مش واخده بالها ان حطيت جواها ديد فيتس. طب ايه اللي هيحصل؟ ريتينشن اوف ديد فيتس ان يوترس لمده ويكس، البيبي ده هيتحلل جواه، هيطلع منه تيشو بالهبل وتمتص في الدم، تيشو ثرومبوبلاستين، فاكر التيشو ثرومبوبلاستين هتيجي لما تمتص في الدم هتيجي ان كونتاكت مع فاكتور 7، وكميه بقى تيشو اكستراكت بيبي، يعني جنين مات، كميه رهيبه من التيشو ثرومبوبلاستين، تنشيط رهيب لفاكتور 7، وفاكتور 7 ينشط 9، يبقى حتى اشتغل اكسترنسك وانترنسك، جلطات 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 بالهبل، استهلكت الكواجليشن فاكتورز، استهلكتها تماما من كثرتها، وبالتالي القلب الموضوع لنزيف، مفيش كواجليشن فاكتورز. ادي ازاي لا يجوز ان يحمل الحي ميتا. طب واحد يقول لي الكلام ده خاص بالستات، يعني احنا مالناش دعوه الرجاله، اقول له لا، ازاي؟
اللي عنده غرغرينة في رجله لازم نبتر له رجله. اللي عنده سبتسيميا عامله له أنسجة ميتة في جسمه لازم نشيل أي ديد تيشو في الجسم. ما فيش واحد يقول لك أنا عجباني رجلي كده معلش ما تقطعليش رجلي سيبها منظرها كده كويس. سيبها ازاي يا بابا؟ ده ديد تيشو هيمتص منه تيشو اكستراكت تيشو ثرومبوبلاست ينشط 7 بالهبل و7 ينشط 9 اكسترنسك وانترنسك يخلص كلوتينج فاكتور تقلب كلوتينج وبليدنج اكسسيف بليدنج وانترا فاسكولار كلوتينج. اللوحه الاخيره يا اولاد تيس اوف هيموستاسيس. احنا قلنا عندنا مجموعتين الامراض نوعان. في عيانين عندهم مشكله في الجروح الصغيره في البيم بريك اللي هي فكره البليدنج تايم. نعمل بيم بريك مش مفروض البيم بريك شكت الدبوش تقف بجلطه تقف بالبليتلتس. فنتست البليتلتس بطريقتين. نتست الكم نشوف البليتلت كاونت قلت في الثرومبوسايتوبينيك بنعيد الرقم تاني في الام اس كيو ما يحصلش غير لو نقصد تحت 50,000. طب البليتلتس عددها كويس بس ضعيفه اللي هي ثرومبو اثينيك بيربر الاولانيه اسمها ثرومبوسايتوبينيك نقص في الثرومبوسايتس بيربر الثانيه ثرومبو اثينيك نحطها في اختبار شكك بعد ما نعقم صباعك ونسحب الدم ننشفه بورقه نشافه اولا باول من غير ما نلمس الجلد عشان ما نساعدش عمليه كواجليشن. مفروض البليتلتس من غير جلطه انت بتشيل دم مفيش تلال في ماكسيمم 3 دقائق تكون وقفت البليد بالفازو كونستريكشن اللي هو سببه 3 حاجات سيريتونين ترومبوكسان اي 2 وبعدين ادينوزين دايفوسفيت والبليتلت بلاك. اكتر من 3 دقائق يبقى البليتلت دي عددها كويس بس ضعيف. طب حتى لو عددها قليل برضه هيبقى برولونج البليدنج تايم يعني البليدنج تايم طويل في الحالتين العدد قليل ما بتشتغلش بس لما بتبقى ضعيفه بيبقى البليتلت كاونت بيخدعنا نورمال بس البليدنج تايم طويل. ولا تنسى في البيربورا الديفكت في البليتلت العين عنده نقط لونها قرمزي بيربورا بتيكي واللي طويل عنده البليدنج تايم انما الكواجليشن تايم نورمال كواجليشن فاكتور زي الفل. بليدنج تايم طويل كواجليشن فاكتور نورمال. واذكرك تاني امال مين اللي ناقص عنده الاثنين طوال؟ اشهر مرض الفون فيلبران ديزيز اللي هو فون فيلبران ديزيز لانه مهم الفاكتور 8 بتاع الكواجليشن ومهم للبليتلت رياكشنز بتاعه البليدنج عشان كده الاثنين طوال. طيب تيست اوف بلاد كواجليشن نعمل هول بلاد كواجليشن تايم. هنا نحط الدم في انبوبه شعريه وكل نص دقيقه نكسر حته صغيره من الانبوبه الشعريه خلاص. اما نلاقي فجاه بقى في خيط احمر نازل يبقى دي جلطه. نورمالي الجلطه 3-10 دقايق يبقى هنا 1-3 هنا 3-10. احنا يهمنا الابر ليميت ما تطولش عن 10 ما يهمناش الرقم التاني ده يعني في البليدنج ما تطولش عن 3 في الكواجليشن ما تطولش عن 10. ده يعتمد على ايه؟ على الكواجليشن فاكتورز اللي هو برولونج امتى بقى؟ في الهيموفيليا اللي هو مرض خاص في الميلز بس في الهيموفيليا اي وبي انترنسك فقط انما فيتامين كي مرض عام يصيب ولد وبنت ميلز وفي ميلز ويبوظ انترنسك واكسترنسك لان مفيش البروثرومينج جروب مفيش 7 يبقى الاكسترنسك باظ مفيش 9 يبقى الانترنسك باظ. طبعا مين التجربه اللي بتطول فيها الاثنين بقى بس مش كبينها لانها يعني في البلاد العربيه ما بيهتموش بيها اللي هي الفون فيلبران ديزيز. طيب في بعد كده تجربه الاكسترنسك والانترنسك ما عليكوش تفاصيلها بس هقولها في عجاله. قلت الاكسترنسك فيه فاكتور 1-7 يبقى ده بنختبره بال بروثرومبين تايم كلمه واحده قبل تايم انما الانترنسك فيه 4 فاكتور فبنختبره بتجربه فيها تايم برضه ونشوف تايم بس ابراها 4 كلمات اكتيفيتد بارشال ثرومبو بلاستين تايم. بالعقل الاكسترنسك سريع فمفروض يحصل جلطه بعد 14 ثانيه انما الانترنسك بطيء بعد 40 ثانيه حتى حلوه هنا 14 هنا 40 14 و40 افتكرها 14 و40. قلت لك مش ان دي كلمه هي اللي خليتها اكسترنسك ودي 4 كلمات خليتها انترنسك. هنا حطيت ده ما عليكش تيشو اكستراكت
انما هناك حطيت سيرفيس اكتيفيتور. طيب فيتامين كي بايز عنده الاثنين، يبقى الفيتامين كي هيطول بروثرومبين تايم وهيطول اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، انما الهيموفيليا بايز عنده الانترنسيك بس، عشان كده هيبقى طويل في عشان ده سؤال ام اس كيو، اللي طويل عنده الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم بتاعت الانترنسيك بس هي الطويله، انما نورمال بروثرومبين تايم. وده ازاي يعني هسالك سؤال ذكي ونختتم بيه. لو انت العام معاه فلوس، انت عارف ان عنده يا نقص فيتامين كي يا هيموفيليا، عنده كواجيليشن ديفكت، انسى الفونفليبراند دلوقتي. قلت لك معاه فلوس يعمل عمليه، يعني تجربه واحده عشان نعرف السبب، يعمل انهي تجربه؟ طبعا ما يعملش الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، لان دي طويله في الاثنين، هتفرق ازاي؟ بتاعت الانترنسك، ما هو الاثنين بايظ عندهم الانترنسك، تعمل له البروثرومبين تايم اللي هو اختبار للاكسترنسك، اللي هو بايز في فيتامين كي فيبقى طويل في فيتامين كي، سليم سليم في الهيموفيليا، الهيموفيليا بايز عنده الانترنسك، الانترنسك مش الاكسترنسك، هيطلع نورمال. ولا تنسى في البيربورا بليتلت بيتيكي بليدنج تايم طويل، كواجيليشن تايم نورمال. في الكواجيليشن ديفكتس اللي هم نقص فيتامين كي والهيموفيليا بالعكس، كواجيليشن تايم طويل، البليدنج تايم نورمال. الهيموفيليا مرض خاص بالميل، خاص بالانترنسك باثوي، بينما نقص فيتامين كي مرض عام يصيب ميل وفي ميل انترنسك واكسترنسك، عشان كده يطول البروثرومبين تايم بتاعت الاكسترنسك والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم بتاعت الانترنسك، انما الهيموفيليا انترنسك بس تطول الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم فقط، انها في البروثرومبين تايم نورمال. هي دي اسئله الام اس كيو. طب مين يطول اثنين اشهر كواجيليشن ديفكتس اللي الزملاء مش واخدين بالهم منه؟ فونفليبراند ديزيز، بسبب الفونفليبراند فاكتور، لان ده بيساعد البليتلت يبقى يطول البليدنج تايم لو مش موجود، وبيساعد فاكتور 8 بتاع الكواجيليشن يبقى يطول الكواجيليشن تايم، ده الوحيد اللي بيطول فيه الاثنين، وهو اشهر مرض 1% من الناس في العالم، لكن ثانك جاد هو الاشهر، ولكن مايلد، لان البليدنج في الجلد والميوكاس ممبرين بس، ما دام الهيموفيليا 1 ل 4000 اي وبي بس سيريس، لان المرض في المصل والجوينتس، والهيموفيليا سي ده خاص باليهود ما لناش دعوه بيهم، 1 لكل 100,000، وده ميل وفي ميل. طيب هنكتفي بكده يا اولاد، ويبقى فاضل لي هدي سيشن ثالثه في البلاد، انا معلش انا متاسف، وهدي سيشن في انترودكشن، وابقى كده عملت لكم ام اس كيو ريفيجن رائع. اسمع اكتر من مره وحل الغلط، بس هو اللي ترجع للمعلومه النظري تشوف غلطنا في ايه، ليه غلط، وتعيد الخطا فقط. وفي النهايه بشكركم على وقتكم، واتمنى اكون افدتكم، ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله. شكرا، يكفي هذا القدر لهذا اليوم. شكرا.